اي بدا يا احمد. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يعني صراحه احنا سعيدين جدا في مبادره الباحثين السودانيين، نستضيف يعني زي ما بيقولوا الاساس للباحثين السودانيين هم اساتذه الجامعات السودانيه، وقضاياهم يعني هي تكون الجزء الاساسي جدا لنا. ففي السلسله بتاعت قضايا الاستاذ الجامعي في اليوم الخامس ان شاء الله في السلسله، كانت تطرقنا لقضايا شملت في اليوم الاول، كانت قضايا المبتعثين. كانت الكلام ده في شهر يوليو، يوم 12 يوليو 2020. وبرضه تطرقنا لقضايا الاستاذ الجامعي في الجامعات الخاصه والاهليه والاجنبيه، والكلام ده يوم 20 يوليو 2020. كان برضه تطرقنا على المشاكل المبتعثين ايضا داخل وخارج السودان، برضه في حلقه منفصله للهيئات البحوث الزراعيه. واخر شيء تطرقنا لقضايا الاستاذ الجامعي في الجامعات الاهليه والخاصه، كان يوم في 2021 شهر 2 يوم 19. والان ان شاء الله هنتكلم عن قضيه مهمه جدا جدا، وهي نفس قضيه الابتعاث، لكن يعني هنتكلم فيها يعني المبتعثين ايضا. اليوم ان شاء الله يوم 27/2 الساعه 7 بتوقيت السودان 2021، هيكون معانا يعني في هنستضيف معانا في حي منظر اوكي، هيكون معانا ان شاء الله دكتور استاذ عبد الرحيم التجاني، محاضر بكليه جيولوجيا البترول والمعادن جامعه بحري، مبتعث لدرجه الدكتوراه في دوله هنغاريا. وايضا استاذ محاضر مجتبى احمد، محاضر بكليه الحاسوب وتقنيه المعلومات جامعه شرق النيل شرق كردفان، مبتعث لدرجه الدكتوراه في مصر. واستاذ سماح مكاوي، محاضر بكليه العلوم جامعه الخرطوم، مبتعث لدرجه الدكتوراه في المانيا. طبعا يعني صراحة المبتعثين دي قضيتهم مهمة جدا، وهنديهم يعني زي ما بيقولوا يتكلموا يورونا المصاعب اللي واجهتهم والمشاكل للمبتعثين داخل وخارج السودان. نتفضل هيبدأ منها دكتور سماح، دكتور عبد الرحيم. منتبه. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أولا كلك خير. أنا شاكر جدا الفرصة والاهتمام بالقضية الحية دي، ومن خلال المنبر ده نحن يعني سعيدين أننا نخاطب الناس ونتكلم عن قضايا المبتعثين. لكن كده في الأول كده خلينا نقول، هل المبتعثين ديل هم مبتعثين التعليم العالي وبس؟ حقيقة الابتعاث في السودان مسألة مهمة جدا للتدريب والتطوير، اللي بيهتم بها كل قطاعات الخدمة المدنية والدولة عموما وحتى القطاع الخاص. ليه؟ لأنه أنت عشان تتطور محتاج لأنك تكتسب المعرفة، ومحتاج لأنك تحتك بالآخر عشان تنقل أفكاره وسلوكه وطبيعة حياته. بنلقى الابتعاث ده في حتات كثيرة، بنلقاه في المؤسسات العسكرية بكل أنواع، القوات المسلحة، الأمن، الشرطة، غيره. بنلقاه في كل قطاعات الخدمة المدنية، سواء كان وزارة الصحة أو التعليم، أو أنا بقصد التعليم ما قبل اللي هو التعليم المدرسي الأساسي، أو وزارة الزراعة، المالية، كل الهيئات دي بتبتعث منسوبينها عشان يحضروا في مجالات معينة هي محتاجة لهم. طيب، ده عشان شنو؟ عشان احنا نفهم انه المبتعثين اللي بيطلعوا بره السودان هم مبتعثين من كل القطاعات، وكل القطاعات بتحتاج لهم عشان تتطور وعشان نمشي لقدام. نجي نتكلم عن خصوصيه مبتعثي التعليم العالي. التعليم العالي واحده من اهم حاجاته اللي بيقدمها للمجتمع وللناس اللي حوالينه، انه بيقدم باحثين المفروض يقدموا بحوث وحلول للمشاكل اللي بتحصل. فبالتالي جزء كبير او كتله كبيره من الابتعاث بتاع عموم السودانيين ديل بيكون في قطاع التعليم العالي. المبتعثين او الطريقه لما نقول مبتعثين اوتوماتيك بتخيل او بتبادر لاذهان الناس انه الزول ده بيتعين، بتجي الدوله بعد ذاك تقول له يا اخي بعد فتره من الزمن انك انت تستحق الابتعاث الفلاني عشان تحضر الماجستير. الزول ده يضع القلم ويمشي يحضر الماجستير ويجي راجع عشان يستفيد منه، وتاني بعد فتره محدده بيكون في استحقاق لانه يمشي عشان يحضر الدكتوراه، ويمشي يحضر الدكتوراه ويجي راجع. الصيغه الايديل دي في ال 30 سنه اللي فاتت دي شوهت شديد جدا. الحاصل اسي
ما قريب من المعيار ده باي حال من الاحوال. الحاصل الاسي انه الاساتذه المبعوثين ديل جلهم ده لو ما كانوا كلهم قدموا لمنح لجامعات برا، يعني الجامعه البرا هي اللي بتحدد انه يقبل، والمنح اللي هم بيقدموا لها دي ما بالضروره تكون انت استاذ جامعي عشان يشيلوك فيها، يعني ممكن يشيلوا فيها الاستاذ الجامعي وغير الاستاذ الجامعي. بعد ما يجيك القبول بتشيل ورقك وتمشي تكمل اجراءاتك مع جامعتك، انه يا اخوان انا تحصلت على منحه بالتالي عايز اكمل اجراءاتي عشان امشي ادرس. طيب اللي بيحصل انه الجامعه بتحول ورقك ده لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. وزاره التعليم العالي والبحث العلمي عندها لجنه مشكله او لجنه دائمه عشان ما تدرس اوراق الناس اللي بتجي بطلبات وبشهادات وهم ماشيين يقروا وين ويقروا لشنو. بتوافق اذا وافقت اللجنه على الزول ده انه يطلع يبتعث بره، اللجنه دي بتحرر خطاب بانه الزول ده خلاص نحن وافقنا له بانه يمشي يسافر في فتره مقدار كذا بعلاوه مقدار كذا. العلاوه دي الهدف منها انه يعيش بها طيله فتره البعثه بتاعته خارج الوطن. لما يجي راجع او الزول ده يتحصل على الدرجه العلميه ويجي راجع، المفروض انه عليه ضريبه بيقضيها بانه يشتغل عدد من السنين في الجامعه اللي طلع منها وابتعثته، او احيانا قد ممكن يشتغل في جامعه ثانيه اذا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي رات انه من الافيد الاستفاده منه في مكان اخر، لكنه في النهايه بيكون ضمن حدود الوطن وضمن حدود الدوله المعنيه. طيب المشاكل اللي بيمر بها المبتعثين حقيقه ما مشكله واحده، ما مشكله العلاوه بس. مشكله العلاوه دي الان طفحت على السطح لانها بقت مشكله بتاعت حياه وبتهدد الناس في حياتهم ومعاشهم الحقيقي. وبقت المشاكل اللي بتنتج من انقطاع العلاوه مشاكل كبيره جدا ومتسلسله ومتشعبه، يعني انت كل ما تمر عليك الايام المشاكل بتجر بعضها وبتبقى متراكبه. لكن حنلقى في مشاكل ثانيه كثيره، يعني مثلا المبتعثين ديل في خلال 30 سنه اللي فاتت كانوا بيعانوا من ضعف التواصل بينهم وبين السودان. بيعانوا من عدم التوافق ما بين الدوله اللي انت بتمشي لها والكلام المكتوب لك واللي انت جايبه من الوطن وصعوبه التعديل والكلام ده كان فيه عدم مرونه شديده جدا. في غير المشاكل الشخصيه والفرديه لانه المبتعثين ديل منتشرين في كل بقاع الدنيا باعداد متفاوته، فبالتالي انت قد تكون مثلا سته او سبعه في دوله، ظروف الدوله دي وقوانينها وقواعدها بتنطبق عليكم ما بتنطبق على غيركم، فانتم محتاجين لانكم تتم مراعاتكم بصوره فرديه. الحاجه دي كان بيقوم بها الملحقيه الثقافيه في السفارات في الخارج. الملحقيه الثقافيه دي ذاتها في سفارات بقت ما في او اتلاشت او ما مهتمه ان سو اون. المهم الضعف اللي اعترت الدوله كلها اثر فيما اثر على الوضع الحاصل ده. طيب في حاجه ثانيه مهمه جدا، المبتعث ده ذاته نحن قبل قلنا انه هو قدم ورقه للجامعه والجامعه هي اللي اختارته، ده برضه بيضعف انه البحث اللي انت ماشي تعمله ده هل بالضروره هو مطابق تماما للمطلوب في السودان ولا لا، انت بتعمل الحاجه الدائره الدوله اللي ادتك المنحه. هل المبتعث البحوث اللي بيعملها معني بها السودان ولا معني بها الدوله صاحبة القدر الأكبر من التمويل اللي هي بتصرف على البحث العلمي حقيقة؟ لأنه نحن هسه بنتكلم بس عن العلاوة في إنك تاكل وتشرب، لكن البحث العلمي ده عليه مصاريف كبيرة بتكون متكفلة بها الدولة اللي أنت جايباك في بعض الأحيان، وفي بعض الدول ما بتتكفل حتى بالجزئية دي، بتعتبرك إنك هي بتدفع لك الرسوم وأنت عليك البحث العلمي. طيب نجي للنقطة المهمة هسه والضاغطة على كل الناس اللي هي المشكلة بتاعت العلاوة. المشكله بتاعت العلاوه وقفت مع الظروف الاخيره للبلاد ابتداء من يناير 2020. في بدايات نهايات فبراير وبدايات مارس المبتعثين بدوا يتواصلوا مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي عشان ما يلقوا حلول
المسألة دي. وطبعا في لايفات قبل كده الناس شرحت فيها بالتفصيل المخاطبات والوقفات الاحتجاجية والحاجات اللي تمت، والكلام ده كله للأسف ما في أذن صاغية في الوزارة عشان ترد. والقناة الوحيدة اللي ردت لنا عبر الوزارة كانت حساب الوزيرة في تويتر، ردت لنا بتغريدة في شهر 6، وأثمرت الحاجة دي بعد ما خاطبنا مجلس الوزراء في شهر 6، إنه طلعت لنا علاوة بتاعت شهرين، علاوة يناير وفبراير. علاوة يناير وفبراير دي ذاتها جات واجهتها صعوبة كبيرة جدا في مسألة التحويل، لأنه الوقت ذاك نحن كنا لسه تحت الحصار. ففي مبتعثين استلموا العلاوة بتاعت يناير اللي طلعت في شهر 6 استلموها في شهر 8، وفي ناس استلموها في شهر 12، وفي ناس لحد الآن مذبذبين هل استلموها ولا ما استلموها ما معروف، وفي ناس رجعوا السودان قطعوا تعاسهم أو وقفوا التعاسهم وجمدوه ورجعوا السودان عشان يستلموها هناك، لأنه بقى ما في إمكانية إنه يستلموها. ومن الفترة ديك لحد الآن، لحد اللايف ده، لا في استجابة ولا في رسالة لعلاوة ولا في أي حاجة قاعد تحصل ولا في أي حاجة قاعد تتحرك. طيب ده بيقودنا لسؤال ثاني. نحن قبل قلنا إن الابتعاث ده لكل الناس، يعني كل قطاعات الدولة عندها مبتعثين. هل كل قطاعات الدولة المبتعثين التانيين ديل قاعدين يعانوا بنفس المستوى؟ حقيقة في بداية الأزمة كل المبتعثين كانوا بنفس الدرجة، لكن ما شفنا ناس غير مبتعثين التعليم العالي وصلوا مرحلة إنهم يعملوا لايفات ويصلوا للإعلام العام ووقفات احتجاجية والكلام ده. الكلام ده ليه؟ لأنه صراحة القضايا اللي احنا بنتكلم فيها دي ما قضية بتاعت رأي عام، دي قضية إجرائية بحتة جدا، يعني بينك وبين مخدمك بصورة مباشرة في إشكالية حاصلة 1 2 3، وأنت بتتلقى منه رد عبر قنوات واضحة وصغيرة، يعني أصلا ما مفروض يسمعوا بها العام ولا مفروض تطرح عليهم يعني. لكن للأسف لأنه بعد ما طرحنا كل القنوات اللي نحن بنعرفها أو المتاحة لأن تتواصل في القضية دي ولم نجد رد، بقى ما عندنا خيارات غير أننا نطرحها في العلن. والحقيقه شجعنا على الرد في العلن او خلانا نقتنع انه الموضوع ده ما في رد في العلن، لانه الرد الوحيد جانا من الوزاره، جانا عبر تويتر، في حين انه كان في طريقه لانه يكون في مخاطبات بخطابات رسميه، لانه في لجنه بتمثل المبتعثين ديل وطلبت في عدد من المرات انها تجتمع بالوزاره، وللاسف ما كان في اجتماع بالخصوص ده. الباقي المبعوثين في الدولة لحد شهر 12 2020، بالذات المبعوثين اللي هو حاجة اسمها المركز القومي للتدريب. المركز القومي للتدريب مسؤول من كل مبعوث الخدمة المدنية اللي هم الناس اللي بيشبهون، أنا ما أدري أقول ناس الجيش والشرطة والأمن ديل وضعهم، خلينا هنا الناس اللي بيشبهوا وضعنا اللي هم مبعوثين من وزارة الصحة، من وزارة الزراعة، من وزارة المالية، ديل كلهم بيتجمعوا في حاجة اسمها المركز القومي للتدريب. المركز القومي للتدريب اوفى بالتزامه لكل المبعوثين بنهايه شهر 12 عن الاستحقاقات ل 12 شهر. فده بيورينا انه في حركه وفي التزام في الدوله وفي توجه للحل وفي قدره على الحل. يبقى السؤال اللي بيفرض نفسه اللي بيطرح نفسه، ليه مبتعثين التعليم العالي ما في زول شغال بيهم؟ يعني هل لانه ما في زول سمع بمشكلتهم، او لانهم ما بيستحقوا الحل، او لانهم اهون الناس في الدوله فما ما عندهم الاحقيه او ما المفروض يسمعوا كلامهم؟ ما عارف انا المفروض نعبر عن الحاجه دي عن شنو. التساؤلات من النوع ده مثيره ومزعجه جدا للانسان مع نفسه، يعني انت لما تكون في انت المبعوث في نفسك بتبدا تتساءل اسئله كثيره، يعني ليه انا الوحيد المنسي والما في زول مهتم بي والما في زول قاعد يتذكرني؟ حتى على مستوى الجامعات اللي ابتعثتنا يعني ما بنلقى منهم الاهتمام الكافي، ما بنلقى منهم حتى السؤال والاطمئنان. يعني والله يا اخي انت المفروض تكون ملم بوضع المبعوث اللي انت ابتعثته ده، يعني حاصل عليه شنو، ظروفه حاصل بها شنو. المبعوثين اللي عشنا سنه برا السودان العالم كله كان متضايق منها لانه الناس عاشت تحت وطأة جائحه الكورونا. في عدد كبير من المبعوثين اصيب بالكورونا
وحبس نفسه في البيت بدون ما يفحص، لأنه لا يمتلك ثمن الفحص، ما يعني ما مشى الحجر، بالذات في الدول اللي ما فيها التعامل مع الموضوع بتاع الجائحة ده مجاني. يعني أنت المفروض إنك تدفع التكلفة بتاعت الحجر والعلاج والكلام ده، أنت ما عندك القصة دي، فأنت ما عندك الرفاهية غير إنك الحاجة الوحيدة تقدر تعملها إنك تحجر نفسك في البيت وتحاول تطبق البروتوكول لو أنت بتقدر، وتدعو الله إنك تنجو. ما في حل، ما في حاجة إنك غير كده تعملها. ال 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 الناس أغلبها لجأت لإنها تفتش أعمال عشان تعيش، عشان تقدر تعيش من لأنه يعني أنت 12 شهر هتعيش من وين يعني؟ ما خلاص أنت ما في زول شغال بك. طيب عشان أنت تشتغل أنت أصلاً جاي بفيزا بتاعت الدراسة في الغالب، والفيزا بتاعت الدراسة دي ما مسموح لها بالعمل. فإما أنت هتبحث عن عمل ما هتلقاه، وفي النهاية هتلقى نفسك بتشتغل في أعمال هامشية، وهتلقى نفسك شغال عند زول بيستغلك لأنه عارف أنك أنت الطريقة اللي شغال بها دي ما قانونية، فيا يديك أجر أقل، يا ياكلك أصلاً في أجرك اللي أنت المفروض تاخده ده، يا إما يستكردك يعني. الحاصل ده كله في ظل انه نحن بنتبع للدوله. في مبتعثين بعض الدول، على سبيل المثال المانيا، الدوله في كورونا قالت انه ممكن تسلف المبلغ بتاعهم ده يتعيشوا منه لحد ما دولتهم ترسل لو بتواجه صعوبات في موضوع الكورونا، بشرط انه دوله الابتعاث ترسل خطاب بالالتزام. حتى الخطاب ده الوزارة رفضت إنها ترسله للناس. أنا داير أعرف هل حياة الناس ما مهمة للدرجة دي؟ ما هي العلاوة دي بتمثل الحياة اللي بيعيشوا منها الناس زي الهن وأطفالهم وأولادهم وأسرهم عشان يتبلغوا الرمق. إحنا هسه بنتكلم عن بحث علمي، بنتكلم عن حفظ حياتهم. في عدد كبير من المبتعثين مفتوح فيهم بلاغات ومهددين بالسجن، وبعضهم دخلوا السجن فعلا وطلعوا بضمانات بعد ذاك من الزملاء ووقفوا مع بعض. يعني ليه؟ لانهم ما قدروا يسدوا الايجار، ما قدروا يدفعوا بعض المديونيات اللي عليهم. دي كلها حاجات عشان الناس تعيش، ما عشان الناس تعمل بحث علمي. نحن وين والبحث العلمي وين؟ الكلام ده كله نحن حاصل، وفي نفس الوقت لما تيجي تطرحه على الرئاسة المسؤولة مننا اللي هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما قاعد نلقى استجابة، ما قاعد نلقى رد حتى يحسسك انهم هم حاسين بالمعاناة دي. الشرح اللي انا شرحته ده شرح بسيط جدا، يعني اصلا ما محتاج اشرحه، لانه الناس اللي في الوزارة والناس اللي على رؤساء الجامعات ديل اغلبهم بي اتش دي هولدرز وباحثين ومبتعثين سابقين، يعني التجربة دي هم مروا بها فروم اي تو زد بكل اللي فيها. حتى حمدوك نفسه، حمدوك ده نفسه كان في يوم من الايام مبتعث. ف المساله دي ما غريبه، يعني ما حاجه جديده، ما حاجه بي 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 بتخليك انت تشعر بانه انت منبوذ للدرجه دي صراحه. يعني الموضوع تعدى مساله انك تطالب بحق مالي، لانه الحق الادبي ذاته والحق المعنوي اكبر بكثير، اكبر بكثير من انه انت تتكلم عن الحق المالي. يعني أنا ساحة أديكم فرصة. طبعا يا أستاذنا، يعني بجد، يعني طبعا أنا بتكلم معكم من قلب الظلمات، هذه الخرطوم الجميلة من قلب ظلمات السودان. يعني ما أعرف إذا كان الأستاذ هم يعاني، كيف نحن نقدر نقول عليه؟ سماح بعدك صح؟ نعم، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لطرح قضيتنا كمبتعثي التعليم العالي في الدول كل أصقاع الأرض. زي ما ذكر زميلي مجتبى، بالنسبة للتدريب بشكل عام في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، يعني ما وقف أصلا من بدري. يعني الجهات الحكومية بتسعى إنها تأهل منسوبيها في كافة القطاعات، وده حاجة طبيعية، يعني إنه تأهل الكوادر اللي عندك.
زي ما قال، في كافة زي مثلا ياهو، القطاعات العسكرية، الهيئات المختلفة، في كثير. يعني احنا احنا بنعمل اجراءاتنا بنلاقي زملاء من جهات ثانية بيقوموا بيقدموا اوراقهم في السفارات وكده، عشان ما يعني للابتعاث. بالنسبة لنا كمبتعثين التعليم العالي تحديدا، أهمية الابتعاث في التعليم العالي شنو؟ هو أصلا إحنا التعليم العالي هو الجامعات والمراكز البحثية. إحنا لما نواكب الحاصل شنو في العالم من علم ومعرفة، هنحل مشاكل كثيرة بنواجهها في الجامعات. مثلا المقررات المكررة أو القديمة، الحياة دي كلها بتتطور مع يعني بالمعرفة والبحث، استمرار البحث يعني والمعرفة والتأهيل المناسب يعني. فما ممكن أنا أفتقد أشياء في جامعاتنا وأجي يعني دايرة أفقد شيء لا يعطيه. لا، أنا ما عندي معرفة، ما حقدر أنتج معرفة جديدة، ولا حقدر أنقل حاجة ما عندي للطلاب مثلا. طيب بيمشوا الابتعاث ديل منهم هم الأساتذة المتخصصين في التخصصات، ما بيقدر الزول يعني يحضر فيها في داخل السودان، ما في مثلا. على سبيل المثال انا لما في كليتنا تخصص احياء المياه العذبه ده ما في، يعني اخر حاجه كان بروفيسور بريجيدير الله يرحمه، متخصص في الفيلد ده، في الليمنولوجي، كان يعني الشغل ده كان موجود في البحوث في هذا اللاين موجوده في الثمانينات التسعينات وبعدين وقفت. يعني ما في بحوث في الاريا دي. حضرت الماجستير بالامكانيات الموجوده، لكن تاني ما حقدر اكمل الدكتوراه في السودان لانه ما في، خلاص ده الليمت. فبقيت افتش، لقيت الفرصه اني ممكن اتاهل او اتعلم اكثر في الخارج، وده الحل الوحيد، ولا ما حنقدر نمشي لقدام. فطبعا الاستاذ يعني لما تفتح المجال المعين للابتعاث في المجال المعين، ممكن الاستاذ يفتش قبول في جهه تقبله انه يحضر فيها، وبعدين بيجي بيطرح الحاله دي في القسم بيوافق، بيمشي طواله لإدارة عبر الكليه، ومن الكليه لاداره التدريب، ومن اداره التدريب في الجامعه، حتى اداره التدريب في الوزاره. يعني البروسيس دي وكل لجنه لازم يطلعوا على الملف كاملا من خطاب القبول والبروبوزر المطروح للبحث والتخصص حق الاستاذ ده، هل هو بيحتاج انه الزول ده يسافر للخارج عشان لانها تكلفه على الدوله. طيب فبنسافر ونكمل الريسيرش حقنا في الخارج. طيب وبعد ذاك الواحد بيرجع يكمل يدرس في وكثير، وما بس الابتعاث محصور على نيل الدرجات العلميه. يعني في كثير من الاساتذه بيمشوا دورات تدريبيه، بيرجع بيحضروا المؤتمرات وبيرجعوا يعني. وما في يعني بس انه بالنسبه لنا احنا كمبتعثين بياخد درجه علميه، بيكون بس الفتره شويه اطول. طيب من المشاكل اللي احنا بنواجهها، العلاوه في نفسها هي عباره عن الحد الادنى اللي بيخلينا نقدر نعيش او في الدوله اللي احنا ماشيين ندرس. هي ما حاجه زي رفاهية، هي بس المبالغ اللي خلينا نقدر نغطي تكاليف الإعاشة في الدولة اللي احنا المبتعثين إليها. كويس. وبعض الزملاء أحيانا الليميت ده بيكون أقل من الحد الأدنى اللي حتى الواحد يقدر يكمل إجراءات الإقامة في الدولة المعينة، فبيضطر إنه شنو يفتش مصدر دخل إضافي مع العلاوة. فما بالكم لما هي المبعوث لو حابة يرجع السودان فترة الجائحة دي ما كان في طريق نهائي يرجع، في ناس تعرضوا لمشاكل كبيرة والطرد والملاحقة القانونية وحاجة كده ما بقدر يعني أصفها يعني فوق الخيال. يعني إحنا في بلدنا ما حصل زلينا الطريق يعني، معقولة يا إخوانا يعني؟ طيب إحنا لما نطالب بحقوقنا يا ريت كان بس يكون في رد شافي، يعني مخاطبات. احنا ما مجرد انه يعني بين هاشتاج في السوشيال ميديا، احنا خاطبنا اي مسؤول ممكن احنا نحس انه ممكن يحل لنا مشكلتنا دي. اللي بنلقاه
صمت يعني، بس ما التمسنا اي غير مثلا التغريده في تويتر، لكن ثاني ما شفنا حاجه. ليه؟ لماذا يعني؟ ليش؟ هل احنا ما مهمين للدرجه دي مثلا؟ احنا كبشر اقل شيء المفروض تتابعوا احنا حصل معانا شنو ويحلوا لنا اقل شيء يقول لنا اصبروا دي، واحنا حاسين بمشكلتكم وساعين في حلها حتى لو ما حلوها لك يعني، على الاقل كده الواحد. لكن احنا بقت فيها انقطاع وعدم استلام ومضار وتجاهل كمان يعني، فبجد بيأثر فينا كثير نفسيا يعني. الواحد بقى لا عارف يشتغل، وناس الشغل ده في كثير من الدول ممنوع بالنسبه للطالب انه يشتغل تحت الفيزا، فيزا الطالب. في محظوظين في بعض الدول ممكن يشتغل بارت تايم، لكن الله اعلم هل هذا هيكفي يغطي الفروقات الاساسيه؟ هل يقدر يشتغل مع الدراسه الدكتوراه ما زي الماجستير؟ انا اقدر يعني افصل يعني اقارن. اي طالب بالذات الطلاب الدكتوراه عارفين انه الدراسه صعبه، صعب انه يظل يدرس ويشتغل مع بعض في فتره وياخذ الدجري في فتره محدده ما يقدر يمد اكثر من يعني. اي ف ده الحياه، دي الحياه اللي حابه اشارككم بها، واشوف زميلنا عبد الرحيم ممكن عنده اضافه او مشاركه. شكرا جزيلا استاذ سماح، شكرا جزيلا استاذ مجتبى. أنا في الحقيقة الموضوع نظرتي له هو عنده سياقات، أو عنده سياقات افترض نحن نخدها فيه. السياق الأول، السياق بتاع الحق الأصيل في قضية إنه الجامعات أو الدولة بترسل موظفينا أو الشغالين فيها عشان ما يقروا، لأنه هو ده جزء من التراك المهني اللي بيحتم عليه كل زول شغال في التعليم العالي، شغال في هيئة التدريس أو عضو هيئة التدريس، عشان يترقى من درجة وظيفية لدرجة وظيفية، يحتم يعني بتحتم عليه إنه لازم يتلقى تأهيل أكاديمي محدد، اللي هو ده بيجيك في شكل درجات علمية، شكل الماجستير، بعد ذاك الدكتوراه، بعد ذاك تمشي لما بعد دراسات ما بعد الدكتوراه. إذن في الأساس إحنا بنتكلم عن حق أصيل، ما قاعدين نتكلم يعني عن حاجة هي ممكن الزول يديك ليها أو الحكومة تديك ليها أو الدولة تديك ليها وتمتن لك بها. لا، إذا أنا لم أتحصل على الدرجات دي يبقى أنا ما حأتأهل، يبقى أنا ما حأتنقل في الدرجات الوظيفية المختلفة بتاعتي. نقطة أولى. وبكده إذا أنا مترقيت ومتنقلت بكده بيكون في يعني في خلل كبير جدا في المنظومة التعليمية بتاعت الجامعات، اللي هي أصلا صممت كده، يعني صممت انه الناس الشغالين فيها، الاساتذه اللي بيدرسوا فيها، لازم يمشوا بالطريقه دي، لازم يكون في تراك مهني محدد بيتبني على تاهيل اكاديمي محدد. دي النقطه الاولى، ده الصياغه الاول. اذا هو حق اصيل، يعني كونك احنا نجي برا هنا او يعني الناس تمشي تبتعد عشان تقرا، دي ما حاجه بتتخطى في خانه الرفاهيه او في خانه الحظ او في خانه حاجه انت دايره اعمل، اذا ما دايره ما تعمل. لا، هو ده حاجة يعني دي صيروره حتميه، وده حق أصيل جدا. التدريب حق أصيل جدا للأستاذ الجامعي، وزي ما ذكر مجتبى هو أصلا هو حق أصيل في كل مؤسسات الدولة، إن الدولة بتدرب منتسبين أو الهيئات الحكومات هنا بتدرب منتسبين. إذا في التعليم العالي هو مش كمان حق أصيل، لأنه هو أساسا دي القاعدة اللي بتبني عليها التدريس نفسه، يعني من غير تأهيل، من غير ماستر، من غير دكتوراه، العملية التعليم في الجامعات هيكون فيها خلل. إذا ما ممكن نقارنها أصلا يعني بأنها هي بتشبه يعني باقي التدريب والتأهيل في المؤسسة الثانية، لا، هي ده ركن ركين. يعني قد نرى بعض المؤسسات ممكن ما قاعد ترسل لكن أمورها بتمشي، فعشان كده إحنا شايفين الخلل والتردد الحاصل في جامعاتنا وفي التعليم العالي بشكل عام، الفقر في مجال البحوث العلمية والإنتاج العلمي والكلام ده كله كان نتيجة الإهمال المتعمد ده. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أو السياق الثاني اللي هو المشكلة الإدارية أو المسؤولية الإدارية الأخلاقية وكذلك المهنية. طيب إذا أنت ده حقي أنا أصيل جدا كويس، وإذا أنا سعيت واجتهدت ولقيت لنفسي فرصة إني أنا أمشي أتدرب كويس، وانت كجهه اداريه مسؤوله مني عليك التزامات
تجاهي أنا، التزامات مسندة باللوائح والقوانين حقت المؤسسة نفسها، حقت التعليم العالي نفسه. يعني ما هي حاجة احنا بنعملها كده سايب نمشي ونقول خلاص والله يا أخي نمشي، وبعد ذاك نجي نقول لهم يا أخواننا تعالوا أدونا قروش كل شهرنا. وهو ده برضو دي حاجة أساسية وحاجة أصيلة، وبتتبني عليها مسؤولية إدارية ومسؤولية أخلاقية في المقام الأول، اللي هي إذا جيت رجعت إلى المسؤولية الأخلاقية، إنه للأسف للجامعات للوزارة في كل الفترات دي كلفت نفسها بإنها تسأل من الناس اللي أرسلتهم عشان يقروا أو وافقت ليهم عشان يمشوا يقروا ويعملوا درجات عليا ويعملوا ماسترز أو يعملوا بي اتش ديز ويجوا راجعين. فدي في حد ذاته بوريك إنه هنا في خلل. يعني الخلل واضح في إنه في تقصير إداري في المقام الأول. وتاني والحاجة الثانية اللي هي قصة إنه يعني المشاكل بتاعت العلاوة أو ما العلاوة أو كده أو كده، فنحن ثبتنا إنها هي حق أصيل، ثبتنا تاني إنه هي في سياق إداري، في مشكلة إدارية مفترض نحن ننظر لها، اللي هي مما العلاوة توقفت، مما العلاوة دي توقفت في نهايات العام 2018. كويس معاك؟ ما في أي مسؤول من الدولة دي كلها، وللأسف هما الجامعات بتتعلم بالمشكلة، عالمة تماما بالمشكلة، الوزارة عالمة تماما بالمشكلة، فما في أي يعني أقول شنو، ما في أي إحساس بالمسؤولية، سواء كانت مسؤولية إدارية أو حتى يعني حاجة عادية، يعني أخلاق إدارية عادية أو أخلاق مهنية عادية أو حق المهنة أو حق الزمالة نفسه. يعني سبحان الله حق الزمالة نفسه، نحن ما في النهاية زملاء كلنا، سواء كان الوزيرة والسيد الوكيل أو كده، كلنا في النهاية زملاء، حتى حق الزمالة دي نحن ما لقيناه. فده كله الشيء الحاصل أصلا مش كتعارض، بيضحض لك وبيعري لك وبيفضح لك كل الادعاءات الزائفة بتاعت إنه يا أخي نحن ندعو إلى قيام ما بعرف شنو المؤسسات التعليمية بدورها، ندعم ونشد ودارين نطور التعليم ودارين البلد تمشي لقدام. ده كله مردود عليه وده كله كلام مفضوح. ليه؟ لأنه أنت حاليا ناسك المنوط بهم يجوا ويقولوا لك العمل ده اللي هو يستمروا في عملية الإنتاج العلمي في السودان أو يرفعوه من الوهدة اللي هو فيها دي، أنت حاليا مهملهم ومطنشهم. يعني إحنا إذا كنا بنتكلم عن فترة زمنية بتاع شهر أو شهرين ممكن نلقى عذر، لكن احنا نتكلم عن من نهايات 2018. دي حاجه يعني بترقى، لانه في يعني وكانه في عمل متعمد جدا انه نازل يكونوا عايشين دائما في الحاله بتاعت العوز، في الحاله بتاعت السؤال عن حقوقهم الاصيله، وكذلك في الحاله بتاعت انهم هم يا اخي طوال لهسين وطوال هم مهمومين بالمشاكل دي. اذا هنا ما ادري تسالني عن انه يا اخي ويبقى من الـ من الـ من الـ من قرايب الامور انك انت تتكلم عن انك انت بتجيف، وانك انت داير 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 تدعم التعليم، وانت داير تاهل التعليم عشان ما يطلع بدوره، والخطابات اللي بنسمعها في الروادي وفي الاسافير، ده كله كلام مردود عليه. وليه؟ لانه انت حاليا عندك ما يغارب، خلينا نقول تقديريا طبعا، ما يغارب 700 مبتعث. تخيل معايا العدد ده، العدد ده إذا أكمل دراساته وجراج على السودان هيكون عنده إمباكت كبير جداً جداً على مسيرة العملية بتاعت التعليم العالي وكذلك إنتاج البحوث. فتخيل معاي أنت بتحمل عدد كبير زي ده، وهو العدد ده في السنة الجاية دي أو في السنين الجاية دي هيكون هو ده العمود الفقري والمحرك. فشوف إنك إذا أنت بتدعي بتقول إنك أنت داير تدعم التعليم العالي ودار تدعم البحوث ودار تدعم، في نفس الوقت بتحمل ده. إذن في تناقض وفي كلام ما مظبوط ولا يمكن تصديقه. أنا واحد من الناس بقيت ما بصدق يعني أي زول يتكلم لي عن موضوع إنه إحنا دعم البحث العلمي وإنه الدولة تقف، ما لا في الدولة واقفة ولا حتقف بالصورة. نحن عشان نكون واضحين وتكسر هو الإشو نفسه، الإشو نفسه عندنا إشكال إداري، إشكال أخلاقي مهني في إنه بيسلب الأستاذ الجامعي حقه الأصيل، وكذلك بيتعامل مع الأستاذ الجامعي بصورة لا مهنية وبصورة لا أخلاقية في انه بيتركه هو مشتت في المقتربات الكثيره دي، زي ما ذكر مرتبة. يعني الناس عانت ما عانت وناس رجعت، حتى في ناس رجعوا ادراجهم يعني. فتخيل معاي انه حجم المأساه في شنو؟ الحاجه دي ما بيقدر يتخيلها الا زول هو غيور على وطنه. يعني الكارثه دي
والكوارث اللي حتجي منها والاشكالات اللي حيترتب عليها مستقبلا، لانه في النهايه انت ما بتدي ناس قروشه، في النهايه ما تطلب منهم انهم هم يعني يكونوا هم ملتزمين في تعليمهم ويحصلوا. يعني اذا ظل مش هشتغل الشغل هنا بالساعات، ده حيكون خصما على تركيزك في دراستك. انت قاعد تتخيل معايا الموضوع عامل كده؟ يعني في نفس الوقت انا زي ما انا في الجامعه مثلا بطالب بانه طالب يجتهد وبحاسبه على الاخطاء في الامتحان وكده، تخيل معايا انا يعني بشتغل مثلا، اذا دول اشتغل في الاسبوع يومين، تخيل يومين دي لما انت ضريبه في السنه حتكون كم؟ والبحث العلمي وكل النتائج بتاعت البحث بتقاس بعدد الساعات اللي انت امضيتها والزمن اللي انت يعني اديته لبحثك اللي انت شغال فيه. فانا داير اقوله بس انه يعني بعد ثاني ما حقه ما يتكلم عن انه قصه الدوله بتجيف والدوله بترعى والدوله بتساند التعليم، هذا كله كلام لا يعني ما عنده اساس من الصحه. بتضحض حاجه واحده بس، بتضحض الوضع المأساوي اللي عايشينه المبتعثين من نهايات 2019 لحد بدايات 2021. لحد بدايه 2021. اذا نحن كده خلينا نجي للسياق الثاني. السياق الثاني اللي هو اذا نحن هسه فندنا، او اذا انا هسه بالكلام اللي ذكرته ده واللي هو انا مسؤول منه تماما، اذا انا ضحطت فكره انه الدوله هي اللي بتدعم ودايره تجيف بالحيثيات دي، بس خلونا نرجع لثاني للسياق الثاني انه هو ده حقنا. ما خلاص نحن هسه عرفنا انه الدوله دي ما شغاله بين الشغله دي، ولا هي هم التعليم العالي ولا هي. نحن بعدين نتكلم في الموضوع في الاطار في اطار الحقوق فقط، خلونا من الاطار المهنيه والاخلاقيه والكلام ده. طالما انا طلعت من السودان وطلعت بالالتزام مكتوب وموثق انه الوزاره دي وزاره التعليم العالي هيتكفل بانها تديني كده كده كده، وده الشيء البناء عليه كل المبتعثين حزموا حقائبهم وطلعوا. انت جيت الحق ده ضربتلو عرض الحائط. اعتقد انه ده الصياغه المفترض احنا هسه نركز فيه، انه هسه حاليا احنا بيجينا في مسالتين احنا ندافع عن حقوقنا الاصليه، حتى بعدين نجي نشوف حته انه احنا هاو تو كونتريبيوت، يعني كيف نساهم في انه احنا ندعم التعليم العالي او ما ندعم التعليم العالي، لانه هي اساسا كل الدوله بتاعتك ما شغاله بالموضوع ولا شغاله بيه. وقال يعني بيت الشعر بيقول لك ناديت اثمات حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. الناس بتنادي من نهايه من نهايه 2019. معقول الكلام ده؟ حد من نهايه 2019 الناس بتتكلم، وللاسف طرقت بشكل محترم جدا وشكل مرتب ومهذب عبر اللجنه بتاعت المبتعثين. طرقت كل الابواب الرسميه الممكنه من الوزاره لحد المجلس السيادي. كويس معاك؟ بطريقه مهذبه ورسميه بتعبر عن اخلاق الاستاذ الجامعي وبتعبر عن مكانه الاستاذ الجامعي في المجتمع. كويس؟ لكن في النهايه الحصل شنو؟ الحاجه دي قابلها شنو؟ قابلها اهمال. اهمال متكرر ومستمر وما زال في تمادي في الاهمال ده. فدي الثلاث صياغات اللي انا حبيت اخذ فيها الموضوع، يعني عشان 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 احنا نكون واضحين ونكون صريحين مع نفسنا في ظل الوضع ده. لا يمكن الحديث ابدا على الاطلاق عن اي موضوع بتاع نهضه، عن اي موضوع بتاع ما بعرف تنميه مستدامه، وهذا كله يبقى من، لانه في النهايه العمود الفقري يا هو نحن، انا وانت وغيرك. والزول الاسي بيفكر بيمشي داير يقدم لبعثه حيتفاجئ بانه اوكي موضوع ثاني الوزاره بتدي قروش، ممكن ترتب عليه تشريد تهجير ثاني للاستاذ الجامعي زي ما كان حاصل. اذا نحن كانك يا بزيت ما غزيت. ف ما اعرف يعني نسال ربنا انه يعني إيه دي يعني ان شاء الله دكتور. طبعا يا دكتور لو سمحت لي انا اكون زي، طبعا انا ملم بقضيتكم من قريب، ويعني انا زي الشايف الان انتوا ما طرحتوا القضيه اصلا الا بعد الوزاره اصلا طرحتوا لها الموضوع بشكل خطابات رسميه وفي الايميلات الرسميه الوزاره، هي رفعت في تويتر يعني. هي دي دي يا استاذ احمد من غرائب الامور، يعني انه انا زول بخاطبك بطريقه اداريه معروفه جدا عبر لجنه بتمثل المبتعثين تحسين التعليم العالي، اللجنه بتصيغ خطاباتها وبترسلها مكتوبه معنونه بالطرق العاديه المعروفه الاداريه دي. كويس؟ طريقه المخاطبات دي، الكلام ده كله انا بجيب لك خطاب انت بتشيله وكانك انت ما اتكلمت معاي، بمشي بكتب في تويتر. فدي ذات حاجه، هي ذات في حد ذاتها محتاجه نوع من التفسير. يعني ده شنو ده؟ يعني
لان هي فاكره انها كانت حلت المشكله يعني في تويتر. يعني ده يمثل انه عقليه ترامب يعني استنسخت في السودان، عقليه بتاعت ترامب جات في السودان يعني. فهم يعني يفتكرون انه كده هم يقدروا يحلوا المشاكل ويقدروا يعني يوصلوا لقلب المجتمع عن طريق السوشيال ميديا، لكن المجتمع يعني بيعرف الحقائق، والحقيقه واضحه جدا. الان احنا في قضيه حساسه جدا. انا طبعا هزلكم مساله يعني بيرسونال، يعني هزله شخصيه تمام. يعني مثلا يا لو سمحت لي يعني استاذ سماح واستاذ مكتبه واستاذ عبد الرحيم، انتم مشاكلكم ممكن تحكوا لي انتم المعاناه بتاعتكم الشخصيه قبل ما معاناه المبتعثين ككل، يعني حليتوا مشاكلكم كيف؟ انا عارف الحاجه دي بيرسونال، لكن برضه عشان الزول الان بيسمعنا في اللايف ده يعني بيعتقد انكم انتم مرتاحين الان صراحه. يعني انا ده اتكلم بشفافيه كده، كون انا يعني في السودان احنا عارفين الزول بيسمع في السودان يقول لك الحكومه اللي هي تديك دولار نحن ده عارف مرتاحين ليه يا أستاذ أحمد؟ مرتاحين لأنه نيتنا سليمة تجاه الوطن، ولأنه التزمنا بأنه نكون جزء من مؤسسات في وضع أليم جدا، وأنت عارف براك الكلام ده كويس. عارف والله. يعني دي الراحة اللي نحن ممكن تجينا، إنه نحن في الأساس نوايانا سليمة جدا تجاه بلدنا وتجاه الطلبة اللي كنا بندرسهم وتجاه مستقبل بلدنا، ده الشيء الوحيد المريح. لكن في شاعر بيقول، في حكيم يا دكتور عبد الرحيم بيقول: إذا رأيت في الأمة يعني رب الأمة جاهلها، فتعلم أن شنو متعلم الأمة علم الأمة هو أرذلها. والله انا ما عارف اقارب بيت الشعر ده كيف، لكن في القصه بتاعت انه نحن مرتاحين، اوكي الحمد لله مرتاحين زي ما قلت لك، عن مرتاحين لانه نوايانا سليمه جدا، ما عندنا يلا طبعا طلعنا من السودان ده والله ما كان عندنا اهداف غير انه نحن نمشي نتحصل على ما نستطيع من معارف ومن مهارات بحثيه وعلوم ونجي راجعين بها السودان. ده سبب يعني الهويه. الدولة اللي أنت قاعد فيها يا دكتور عبد الرحمن، لو وصل للناس الدولة اللي أنت قاعد فيها هي اللي بتصرف عليك الآن، ما الدولة السودان. السودان لا يصرف، السودان حاليا انا شخصيا من مع مدينه إنه في طيارات لمعارض بتمشي، في طيارات بتمشي لحفلات بتمشي وتجي دكتور احمد، عن طريق وزارة المالية. دكتور احمد أيوه تفضل. خليني انا بدون ما اشخصن الحاجات، لكن انا اديك نماذج لمعاناه تفضل. بتاعتي انا او بتاع الزملاء اللي معايا في قراب مني او ناس انا بعرفهم في دول ثانيه. واحده من الحاجات الاشكاليات اللي بتواجهنا انه في مبتعثين جوازاتهم انتهت بيبقوا ما قادرين يجددوها لانه السفاره السودانيه بتطلب رسوم على تجديد الجوازات، هم ما عندهم يدفعوا القروش اللي هي مطالبات دوله حكومه السودان. فبالتالي بيجوا عندهم مشاكل قانونيه في البلد اللي هم قاعدين فيها لانه وثائقهم بتاعت السفر تواريخها منتهيه. اغلب عدد المثال بتاع الكورونا اللي انا قلت قبيل انه الناس تجيه فلان جاته كورونا، المبتعثين اللي انا بعرفهم في اغلبهم جاتهم كورونا. في حالات حرجه جدا اضطرينا نمشي بها المستشفى ونلم من بعض عشان ندفع القروش بتاعت الزول ده عشان ما ياخد يعملوا له اكسجين عشان يعيش. اغلب المبتعثين اللي كانوا مواضيع السكن بتاعتهم فيها مشاكل اللي بيقدروا يضموا على بعض بيجوا ساكنين بصوره صعبه جدا جدا في 6 7 10 المهم قدر ما يتسهل في اصغر بيت ممكن عشان يقدروا يدفعوا الايجار ده. الناس اللي معاهم اسرهم واولادهم حرموا من انه يمشوا للتعليم لانه هم ما قادرين يدفعوا رسوم المدارس. انت متخيل انه زول ابنه يفوت سنه كامله لانه هو بعين ليه وما قادر يدفع له رسوم المدرسه حقته؟ طيب أنا ممكن أحكي لكم تجربتي الشخصية. تفضلي. طبعا يعني في الزول ممكن يتصرف في مدخرات، يعني ممكن تضغط على أسرنا في السودان. ألو أسس لا سامعني تفضل كويس؟ تفضل يا دكتورة. ايوه أي ديون طبعا. بالنسبة لي في ألمانيا هنا أنا ما بقدر، يعني ممكن أشتغل كطالبة هاف تايم، لكن حاليا احنا لسه تحت الاغلاق التام، يعني بس السوبر ماركت والصيدليات المفتوحه وبعض الجهات يعني حتى قللوا المؤسسات العمل فيها، يعني بيشتغلوا من البيت. فانا كطالبه ما بلقى لي
جهه يعني بنشتغل في وظائف هامشيه، دي ذاتها ما لقينا يعني، دي ذاتها عشان الزول يقدر ما في، الناس كلها قاعده في البيت تشتغل فروم هوم، وكان في دعم للطلاب المتاثرين بكورونا، بس الزول يجيب خطاب من انه بسبب كورونا ما متحصل على، ما قادر يشتغل او ما قادر يتحصل على يعني الدعم اللي كان بيديوه. انا ما بقدر اقول عشان كورونا انا ما قادر اشتغل، لانه اوريدي انا عندي، حقول انت عندك خطاب هذا حق المنحه، المفروض بتاخذي مبلغ كذا، ادينا ما يثبت انك انت ما بتاخذي يعني، ما في يعني، ما بقدر اطلع حاجه زي هل الوزارة من مارست الوزاره. لا لا الوزارة رفضت وطالبتوها انتو؟ ايوه رفضوا، رفضت ايوه ورفضوا، وما عشان تعرفي انه ما في كوميونيكيشن رسمي، احنا طلبنا الحاجه دي عبر اللجنه، لكن الرد سمعناه ساي كده يعني، ما رسمي الرد ده ونسى جونا. فاحنا بنمشي حالنا، ما معروف الشهر ده يمشي كيف بعده، بس سبحان الله من ربنا بتلقى صنبلي يعني يبين كل حاجه يعني، ما الحمد لله ربنا يسهل ان شاء الله. عالجت مشكلتك كيف يا دكتور سامح؟ انا ما عالجتها، انا عايشه بالدين ستيل هاي، لحد ما الجهه الان بستفيد منها دي خلاص، يقول لي سوري ما في طريقه وما عارف الحمد لله. في زملاء رجعوا قطعوا التعاس بتاعهم، لا لموا في الدجريه لا لموا في اي حاجه يعني، وبعدين هم بيكونوا يعني زول بيكون ضاع من عمره كم سنه يعني، انت هسه حتعوض الزول ده كيف عن سنين صرفها في يعني، احنا الناس دي برضه مسؤوليه يعني، انا ما فجاه كده تقطعني وتخليني لما انا ارجع حافي يعني بخفي حنين وما تعوضني على الحاجات دي يعني، والله الزمن يعني ده بيرجع شنو؟ في وانت بتاخد ما اعرف اقول، ما انا حابه في غير انه اقرانه من 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 الناس اللي اتخرجوا وما اشتغلوا في المجال الاكاديمي، ممكن ما شاء الله عبر ما بس ماش ما ما الله مرقوا من التدريس الجامعي يعني في نقطه مهمه أيوة. جدا ودي حتكون نتائجها كارثيه لقدام. الزملاء اللي رجعوا ديل او قطعوا ابتعاثهم هم في الغالب بيكونوا شغالين ضمن مشاريع بحثيه بيطرحوها البروفيسورز اللي في الجامعات اللي هم بيحضروا فيها دي، واللي بناء عليها حصلوا على المنح اللي انا قلت في الاول جبال انهم هم قدموا على منح، فالجامعات اللي قبلتهم دي ادتهم المنح دي. طيب اللي هيحصل شنو؟ اللي هيحصل انه البروجكت ده هيتقطع بعد سنه بعد سنتين بعد 3 سنين من البحث بدون ما يصل لنهاياته بدون ما يصل لنتائج. بالتالي البروفيسور المشرف ده ذاته هيدخل في ورطه لانه عنده التزامات للمانحين وللناس اللي مدينه الفند ديل، ما هو البحث ده ما ممول من جهات معطي باطن يعني، ما الزول ده بس نجر له مشروع من راسه وقال والله يا اخي انا داير انفذ الحاجه الفلانيه، لا في جهه ما عندها مشكله ومحتاجه لحل، بتقوم تطلب من الجامعات انها يا اخي ابحثوا لنا عن الحل للطريقه بتاعت البحث يعني، عشان نلقى لك الحل ده انت بتمول الباحثين ديل عشان يجوا يفكروا في انهم يلقوا لك الحل ده. البروفيسور ده قدموا له طلاب سودانيين عبر اوراقه وهو استانس انه ديل جديرين بانهم يكونوا جزء من الاستاف اللي بيبحث عن الحل، وجوه بدوا معاه شغل، الشغل ده انقطع في 3 سنين في 4 سنين. الحته دي البروفيسور ما المشرف ده ما حيقدر يعوضها. النتيجه شنو؟ النتيجه انه تاني لما يقدموا له ناس من السودان ما حيقبلون، ما حيقبلون لانهم وقفوا له شغل قبل كده كان مستمر، فحيقول لك يا اخي دول طلاب بابسط اعتبار طلاب فيهم ريسك عالي يعني، انا حاجيبهم حاتوربيهم يعني. فكاننا بنهدم، مش بنهدم في سكه للقاعدين لا، وبنكفل فيها للناس اللي بعدينا فعلا حقيقي. حتى في دكاتره يعني في بعض الزملاء ما تواصلوا مع بعض المتخصصين في المجال المعين، يقول والله انت جاي مين اللي حيديك الفند؟ لما يقول الوزاره يقول مرات يقول لهم سوري ما معلش ما بقدر امشي معك في البروجكت يعني، الا تجيب لك فند من جهه معتبره. فند من جهه موثوق ما واثقين في الوزاره بالنسبه لهم يعني، عندهم تجربه ما واثقين كل بيحصل شنو اي، وبيقفل الباب على الزول ده وعلى الناس اللي بيجوا بعده. في برضه مثلا في جهات في دول معينه في شركات بتاجر السكن مثلا لطلاب
يلا من يكون عندهم، يكون في كميه من زي ان احنا متعاسين في دوله معينه، دوله معينه ما قدروا يلتزموا بالاجراءات ولوحك وقضائيا، ثاني اي زول لو على نفقته الخاصه لو بشنو وات ايفر جاي من السودان بيتوجسوا اصلا يدوه فرصه انه يقدر يجر على الشركات ما بين تجربه سابقه. يعني في الحياه دي ما بتخرب على تصعب علينا، والمشرفين بيغيروا رايهم في حته انه تترست السودانيين ستودنتس الممولين بالوزاره، او في بعضهم خالص بيطلع خالص بيقول انا ما داير اي طالب من السودان، وغير كده يعني في تبعات كثيره الحاجه دي. يعني احنا ممكن نقول دي نقطة حرجة جدا في تاريخ السودان، يعني دي تمس سيادة أو سمعة السودان خارج السودان. فضيحة، ما تجملها، ما متخرجة، دي فضيحة. ألو دي الحقيقة طبعا، هي كلمة فضيحة لكن، وفضيحة يعني صراحة. أنا يعني أنا ممكن أقول لو الوزارة فقط رسلت لكم، كان في مخاطبة بينك وبين الوزارة، كان في ممكن نقول السودان، دولة السودان تعاني، وأنتم يعني جزء من القومية السودانية، ممكن يعني الناس كلها تتماشى. لكن المشكلة التجاهل، التجاهل التام، مش التجاهل زي التجاهل التام، بالرغم انك كنتوا بترسلوا وما في يعني ردود. ويعني صراحة احنا كده ندي فرص. عارف يا استاذ احمد، يعني اديك 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 قصة. تخيل انه زولة مبتعثة باولادها، الجواز بتاعها انتهى وما قدرت تجدده، وما قادرة ترجع، لانه لو طلعت بالمطار بتاع الدولة اللي هي فيها دي وجوازها بصورته دي، هيدوها بلوك 5 سنين. كويس. يس. وحاليا مطروده من الشقه، من الشقه اللي ساكنه فيها. ما قادر اتكلم يعني. لو الموضوع، لو الموضوع بيتعبر عنه بانك تبكي، فانا اقول لك والله نحن كملنا الدموع، والله العظيم نحن كملنا الدموع، لانه في حاجات كثيره ومغايز كثيره ومتناقضات كثيره، وقدر ما انت تقول والله انت وصلت حد الهم، بتلقى لسه الحفره طويله تحت. ما تقدر تصل على حدا يا استاذ ميتبه. هو احنا انت عارف احنا كل ما نقول زي ما نقولوا كملنا الشيله، تطلع شيله باكر اثقل. الحته بتاعت السمعه دي بالمناسبه ده كلام خطير، لانه في النهايه انت لما تقدم، احنا كاساتذه منتمين للمؤسسات التعليميه في السودان، بنقدم بنقول في السي في حقتنا او في السيره الذاتيه بتذكر انك انت استاذ او محاضر في الجامعه الفلانيه. فتخيل معايا انك انت لما تقطع لك بحث في النص، الريبيوتيشن ما بيكون، يعني ما بيكون يتاثر بس الريبيوتيشن حق السودان، لا، الريبيوتيشن يتاثر حق انه يا اخي ده درس جامعه السودان. واحد بيقطع وقد تتهم انك انت ما قدرت تتم البحث. قد المشرف ده ما يتفهم لك انه انت عندك اشكال في دولتك، لانه ما ممكن يتخيل انه زول بيرسل له زول في النهايه يخلي بوعده. يعني الحته بتاعت بمناسبه الحته بتاعت السمعه دي حته خطيره جدا جدا، مش سمعه للسودانيين فقط، سمعه للمؤسسات، مؤسسات التعليميه حقت السودان. وتخيل معي اذا ضربت، وهو التعليم والبحث العلمي كله عباره عن ريبيوتيشن. يعني اذا كان البروفيسور يعني بيجيب الفند من خلال سمعته في انه بينشر ابحاث ممتازه، يعني سمعته في انه هو يعني بيلتزم بالتايم فريم ورك بتاعه، فما بالك لما يضرب هو في حته زي دي. ثاني ما مش كان قلت له من السودان، ثاني لو جيت قلت له يا اخي انا والله بلتزم لك وببصم لك كده، ما بينفع. فانت هنا بتلعب على يعني على حته حساسه جدا. قلت لك الحياه دي يا استاذ احمد للاسف ما بينتبه لها الا زول همه الوطني كبير، الا زول بيستشعر المسؤوليه الوطنيه، عشان ما يقدر يعني ما يقدر يفكر في الكلام اللي احنا هسه بنتكلم فيه، والاسئله اللي انت هسه بتسالنا ليها دي. للاسف الكلام ده بعيد، مش الناس في الفيسبوك يقول لك والله يا اخي زول ده بعيد يا اخي. فعارف الناس دي في السودان بعيدين شديد من الاحساس بالحاجات دي، يفتكروا انه الناس دي بتتكلم في حاجات انصرافيه، في حاجات هي من قبيل الرفاهيه وكده، لا، الكلام ابعد من كده. كلمه ناسنا دي عشان نضبطها، نحن بنقصد الجهات المسؤوله طبعا اداريا وتنفيذيا. الجهات المسؤوله عندنا بالاسم كده، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. بالضبط كده، ايوه بالضبط كده، واللي هي في النهايه انت انا ممكن اسال سؤال يعني تقييمي بس، يعني يعني انت الان يقارب سنه وشهر تقريبا على ما اعتقد يعني المعاناه اللي حصلت، تمام؟ فممكن خلال السنه دي تغيين كده زي ما اقول كوانت يعني كمي او نوعي، ارسلت لهم كم خطاب تقريبا؟ طيب نحن خليك ارسلت لهم كم خطاب. نحن في خلال الفتره دي شكلت لجنه
وانتهت دورتها وتشكلت لجنه ثانيه، واللجنتين ديل سعت لان اول حاجه تجتمع مع الوزاره على الاقل. على فكره احنا لما بنتكلم عن الاجتماع ما بنقول والله دايرين حقنا وبنسكت، احنا كنا دايرين نطرح حلول وافكار ونجي حلول من وين، ما احنا دورنا باحثين نحلحل المشاكل، فاذا كنا ما قادرين نحلحل مشاكلنا يبقى احنا بنتونى الساي. طيب هل عشان لكن عشان نحلحل لازم نتواصل، يعني لازم في الاول نتواصل مع الجهه الثانيه عشان نتفاكر في الحلول الممكنه من الما ممكنه، واللي بيتطبق من الما بيتطبق، واللي بيحصل من الما بيحصل. طلبات الاجتماعات، الخطابات يمكن 6 ولا 7 على مدى دورات اللجنتين، المخاطبات الشخصيه لمجلس الوزراء وللمجلس السيادي ولكل للافراد، ده اغلبهم في خطابات شخصيه مشت لهم بتشرح الكلام ده. المقابلات الشخصيه، في ناس في السودان مشوا قابلوا المسؤولين ديل شخصيا. اغلب الوزراء اللي طلعوا برا السودان في مهام رسميه المبعوثين بذلوا مجهود عشان يلتقوا بهم، والتقوا بهم فعلا عشان يوصلوا لهم الحاصل ويمشوا يعكسوا الكلام ده في مجلس الوزراء. واعتقد انه في بعض الوزراء كتبوا الكلام ده في تقارير عن الزياره اللي اتعرضت في مجالس الوزراء. كويس؟ عشان كده انا بقول لك ما خلينا زول ما كلمناه. المجلس السيادي يمكن البرهان حميدتي حمدوك الوزراء اللي طافوا برا السودان، نحن ما قاعدين نقول والله يا اخي مشكلتنا دي بمعزل عن مشكله الوطن، لكن كونك توقفها سنه وربع صراحه ما اعرف. والتوقيف ده ذاته في بدون رد، يعني لحد الان نحن ما قادرين نعرف والله يا اخي الوزاره دي اصلا دايره المبعوثين ديل ولا ما دايرهم. ما يعني ببساطه يعني انت حاجه موقفه التمويل ومتجاهله وما قاعد ترد لها لك سنه وثلاثة شهور يعني. والله يا اخي بالرغم ان احنا عارفين انه خطاب سائل لو طلع منها للجهات اللي بتدعم كان في حلول بتجي، يعني هي لو قعدت في الترابيزه معاكم او قعدت في الوطن دي تحل مشكلته كانت بتحلها، لكن كده احنا نترك فرص، ندي فرص يا جماعه للناس اللي رافعين ايدينهم. في زملاء من اللجنه اللي بتعصي لو ممكن يعني يلا ممكن نقول لي اساميهم، او ابراهيم حامد حمد ابراهيم حماد، معلش تفضل ابراهيم. ابراهيم عامل انميت لنفسك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير حلقه والزملاء الكرام، ما بصر في شارده ولا ورده. انا بس كنت ممكن اتكلم في حاجه بسيطه جدا بحكم وجودي في اللجنه الصفا. يعني زي ما ذكر عبد الرحيم، يعني نحن الوزاره مشكلتنا كلها بتتحكم في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، حتى عشان انه نحن كاساتذه يعني كنا بطريقه منظمه وكنا عن طريق اللجنه كنا بنخاطب وزاره التعليم العالي، خاطبنا وزاره التعليم العالي من الوزير الوزيره للوكيل لاداره التدريب ما يفوق ال 20 خطاب. خاطبنا رئاسه مجلس الوزراء حمدوك 4 خطابات للمجلس السيادي. املنا وقفتين احتجاجيه، وقفه داخل التعليم العالي، وقدمنا مذكره ووعد مدير مكتب الوزيره، وعد انه حيرد لنا في خلال 72 ساعه. الكلام ده شهر 9 2020، الليله مرت منها 6 شهور ما رد لنا اليوم. ايضا رئاسه مجلس الوزراء برضه كذلك، المجلس السيادي كذلك. فبجد يعني المشاكل صعبه شديد جدا. حكمنا في اللجنه بنتواصل مع المبتعثين في كل العالم، فبجد يعني عندنا في مبتعثين الان ظروفهم صعبه ما تقدر تتخيلها. يعني انت جبت سالت سؤال انه انتوا كنتوا عايشين كيف؟ يعني انا بحكي لك انه الزملاء معظم الزملاء العايشين انه حتى بقوا يبيعوا مدخراتهم الموجوده في السودان. يعني المشكله الكارثه الاساسيه بقت اكبر من كده. الليله لو رجعوا السودان، يعني واحد في جزء من المبتعثين واحد باع بيته، في جزء من المبتعثين هو ما كان اصلا بيمتلك بيت لكن كان بيمتلك قفش من ثلاجه لحاجات حتى ابسط حاجاته باع.
لو رجع السودان يعني هيكون متشرد حتى في السودان، خليك من انه هيكون الان هو متشرد، لو رجع هيكون متشرد، دي اكبر كارثه. ف بجد ندي فرصه عشان الزمن لبقيه الزملاء. شكرا جزيلا. والله يعني عدد الخطابات اللي قلته ده عدد مهول جدا، وال 72 ساعه اشكال لسه ما تمت في السودان، التوقيت السوداني يختلف يعني تماما. طبعا يا احمد، بس معلش في حاجه ده انا ذكرتها او ذكرنا لها واحد من الزملاء، انه المخاطبات هي يعني شملت فيما شملت حتى الكيانات اللي بتمثل الاساس، حتى الكيانات اللي بتمثل الاساس، الجامعات تقصد؟ الكيانات، انا الكيانات الاس حاليا في اجسام مهنيه هي بتمثل الاساس. ايوه يعني حتى دي تمت مخاطبتها. هل تم في رد؟ تمت مخاطبتها، واللي هو كان متوقع منها عشان احنا نكون واضحين يعني انها يعني تقف معانا بالضبط على الوزاره، سواء كان تجمعات الاساتذه داخل الجامعات او سواء كان تجمع اساتذه جامعات ولا الكليات، الاسم بتاعه التجمع بتاع الاساتذه يعني مقصود. نعم. كلها تمت مخاطباتها كويس، يعني وصلتهم مخاطبات وهم اصلا على علم بالقضيه وعلى علم بالمشكله. فيبقى هنا ذاته في حد ذاته سكوتهم هم وعدم ضغطهم المستمر في القضيه دي، ده بيسبب حاجه مهمه جدا، بيسبب ضياع الحقوق اللي هي اصلا كانت مثبته، واللي هو فعلا حصل انه تم ايقاف الابتعاث، بيقول لك الى حين اشعار اخر، او ابتعث الناس بدون ادعاء كويس. انا بعتبر ده جزء من بدايه تسرب الحقوق، اللي هو في النهايه لما تمت مخاطبه الاجسام دي ما لقينا منها الدور اللي كنا متوقعينه، انها هي تضغط، لانه في النهايه نحن كلنا زملاء مهنه، والحيصيبنا نحن الليله حيصيبهم بكره. تخيل معايا الموضوع عامل كيف؟ فنحن دائما اشكالياتنا مركبه. والله طبعا اشكالياتك يا دكتور عبد الرحيم، انه هسه الان احنا كنا نمشي نشوف الفكره بتاعت الابتعاث، فاول حاجه تمشي الوزاره تقول لك تدفع كل قرش من عندك، احنا بنديك ولا جنيه بهذا النص، اذا انت وافقت هتمضي ان انت ما حتاخذ قروش حتى تفكر انه يبتعثوك. احنا ندي بعض الزملاء في اللجنه، انا صراحه في بعض الزملاء في مصطفى طالب وبعده. ايوه تفضل يا دكتور. انا تفضل دكتور. طيب مساء الخير يا جماعه. هو يا دكتور احمد والاخوه المبتعثين وكل الضيوف، مسألة المبتعثين دي ما دايرة كلام تاني، ما هو يكلم يعني ما في ذول معارفة، بعد كده إذا في ذول معارفة المشكلة دي بالمناسبة إلا يكون برا السودان، فحكاية يتكلموا فيها ذاته بعد كده يفترض الناس تشوف حلول تانية، لأنه إذا وصلوا لمجلس السيادة زي ما قال مجتبى وبرهان وحميدتي وحمدوك ثاني فهمنا يعني يكلموه بعد كده ليه وصلوا للأمم المتحدة. الحاجة الثانية ما لم تقتنع الحكومة والدولة ووزارة التعليم العالي بأن الأستاذ الجامعي سواء مبتعث ولا نحن اللي قاعدين في السودان ديل اللي بنقدمه له ده ما عشانه هو، عشان طلابنا ديل بعدين بيستفيدوا منه أكثر مما بيستفيدوا هو من المبلغ الشوية اللي بيرسلوا له ده، ما في مشكلة تتحل. أنا بتمنى الناس اللي عاملين ديل الامتحان دكتور الرازي ديل. أيوه أنا حضرتك سؤال مباشرة دكتور الرازي. أي طبعا أنا يعني في تضارب حصل لي قبل كم يوم، انت كنت عاملين وقفه احتجاجيه قدام ال رئاسه الوزراء تقريبا، مجلس رئاسه الوزراء بقضيه المبتعثين ديل ذاته، ومع قضيتكم انتم كان عندكم مرتب شهر يناير. المصيبه الاكبر انا شايف الوزراء اللي رئيس الوزراء وكلهم مشوا لجهات معينه قرروا انه يوم يعدوها يعني كل مستحقات عشان تكون بواجبه، الاصل هو واجبه، ومع انه الاستاذ بيكون بواجبه وحقوقه مدونه. هو انا عندي تويت يعني التويت دي غطس ترامب جبال الزول قال، انا عندي تويت قاعد اقوله، ما لم ينفذ اضراب شامل تسير بذكره الركبان ما في اي مشكله تعليم عالي تتحل. ده ماي اون ارجيومنت، ده اللي بيحل مشاكلنا. لكن طالما احنا قاعدين وبنخاطب يا مجتبى وبنرسل وبنستجدي وكذا، ده ما بيحل لنا احنا مشكلتنا يا دكتور احمد. انا شخصيا لما زمان جابوا لي الابتعاث ده
كان قال لي الأحمر ده فيدي رديت بكلمة لا أرغب خوفا من 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 والله الكلام ده لو المستند ده قاعد أنا كان يجيبه لكم وأنا قلت لهم ما عايز أي بتاع أنا بقرأ في السودان لو وكده. الحاجة الثانية ندي فرص لمحمد بركة مصطفى طالب سلمى طيب عز الدين في طبعا احنا طبعا يا سماح شوف الناس يا سماح انت طبعا اختار الترتيب انت هو الترتيب ما عندك في البارتيسيبانتس انا اقرا لكم الترتيب هو طيب. في ندي فرصه محمد طالب مصطفى طالب اول حاجه اي سوري مصطفى طالب عمل لنفسك اميوت السلام عليكم السلام مصطفى محمد حامد طالب جامعة من الجامعة الإسلامية كلية العلوم مبتعث بدولة المير PhD طبعا دكتور رازي اختصر الكلام نهائيا يعني الجزء اللي كنت عاوز أقوله بأنه يعني نحن مشكلتنا مش مشكلة بأنه يعني جهات تعرف المشكلة بتاعتنا نحن أصلا مشكلتنا قائمة يعني بجد معقوبة فأنا بس كنت عاوز أضرب مثال يعني أنه مشكلة حية هسه حاليا أنه أنا في خلال قبل كده ذكرتها في اجتماع كان بتخص بيخص المبعوث المسؤولين او الممثلين انه انا هسه حاليا في الفتره الحاليه واحده من يعني المشاكل اللي انا مثلا عندي انا عندي هسه عمليه حاليا انه الكوست بتاعي يقارب ال 2000 يورو دي مفترض انه انا اعملها يعني مفترض وزن الاربع شهور كويس يعني شوف دي واحده من المشاكل ها طيب زول انت استحقاقاته ما بتديها له طيب ها هو هيقدر انه يحل المشكله دي في حين انه انتوا بعدين قراجين انه انا اجيك عشان اجي مثلا اجي ادي مثلا الواجبات فيعني هي المشكله حتى المشكله انه احنا بترجع انه احنا رؤساء الجامعات اللي هي المؤسسات اللي احنا بندفع لها يعني تبعيه مباشره وين دورهم هنا؟ ذات ما عارفين هم بيسووا في شنو يعني انت لما تيجي مسافر يشبكوك اي امشي اوقع امشي اكتب اغرار اوكي احنا كتبنا الاغرارات لكن وين دورهم هم فبالتالي الموضوع بقى واضح يعني زي ما قال برضو في واحده من الزملان انه قال يعني هم احنا دايرين نعرف انه هل هم فعلا مقتنعين بانه احنا تابعين للتعليم العالي ولا تابعين للجامعات كما هم اي واحد فيهم بيتملص من الثاني ده بيقول لك انت تابع له ده وانت ما تابع له انه في النهايه هم المسؤولين من يعني هم مسؤولين الاثنين هم مسؤولين منه لكن ما في زول داري يعترف بالمسؤوليه طيب ورونا يعني خطابات واضحه يا اخي انتم ما تابعين لنا انتم مسؤولين من نفسكم بعد الواحد ثاني بعد يكون عارف انه هو راسه من كرعينه زي ما بقول ما نقعد يعني الواحد ما عارف هسه هو يعمل شنو يعني حيث نتمنى انه الناس تنظر للمشكله بنظره مختلفه يعني فا ده بقوله كومنت أخير يعني عجبنا الكومنت بتاع دكتور رازق يديكم العافية ربنا إن شاء الله يسهل علينا جميعا إن شاء الله آمين إن شاء الله آمين وربنا يكتب لك الشفاء العاجل إن شاء الله آمين يا رب طيب الحمد لله كهربتنا جات كويس يا الله محمد بركة محمد بركة مرحبا دكتور رازق تفضل يا دكتور مرحبا تفضل يا محمد بركة اي مرحبا بكم السادة علماء بلادي المعانين انا بسميهم المعانين حقيقة مشكلة التعليم العالي دي يعني انا دار اربطها في حاجتين اليوم التحسين ديل ونحن في الداخل انا محمد حسب الله عبد الرحمن جامعة السودان التقنية الاشكالية واحدة طبعا في الداخل يعني لو ملاحظ او مركزين معانا انه عندنا اشكاليه في المرتبات الاساسيه فالمشكله بقت مشكله الدوله معاك يا محمد شو النادي عنده فصل الو ايوه سامعنك معاك احنا ايوه سامعينك سامعنا الو شكل الانترنت يا
اي الشبكة بس لا ما في الشبكة مشكلة. تعبانة شوية كده. ما في مشكلة، اتفضل. سامعني كده؟ سامعني؟ سامعني كويس؟ سامعني، ايوه اتفضل. واصل يا هاي، سامعينك. تمام. محمد اتفضل بركة. يا محمد، ما مشكلة، ندي فرصة لغيرك يا أستاذ محمد. الشبكة تبقى كويسة، الفرصة لك إن شاء الله، لأن الوقت يا أستاذ محمد. أستاذ سلمى، دكتورة سلمى. دكتورة سلمى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سلمى صديق، محاضر في جامعة الخرطوم ومبتعث لنيل درجة الدكتوراه في ألمانيا. طيب، أنا عاوزة أذكر نقطتين. النقطة الأولى اللي هي التصريحات اللي بتطلع هي من الوزارة ومن مدير الإعلام والعلاقات العامة. لو مسكنا التصريح الأول حق الوزيرة اللي هو طلع في يوم 10 يونيو في تويتر، ذكرت في النقطة العاشرة، ممكن الناس ترجع عليها، إنه من بعد شهر يونيو، ذكرت كده يعني، ممكن الناس ترجع للتويتة دي في تويتر، من بعد شهر يونيو سيصعب على الوزارة استيفاء مستحقات مبعوثيها. تمام؟ الكلام ده وين؟ في شهر يونيو نفسه قالت إنه من بعد شهر يونيو أنا ما حأقدر أدي المبتعثين مستحقاتهم. لو الواحد سمع الكلام ده بيفهم شنو كده؟ أنت يا أستاذ أحمد وريني، أنت فهمت شنو من الجملة دي؟ أستاذ صراحة أحمد. يا دكتور، أيوة سلمى، صراحة أنا أيوه. معناتها يعني ما تجي السودان أو أنتوا لا 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 يعني خليكم. لا لا لا، قصدي الجملة بتاعت إنه من بعد شهر يونيو حيصعب على إني حيصعب على الوزارة إنها تدي المبتعثين مستحقاتهم. بالضرورة لما الواحد اللي هو برا الموضوع ده خارج البوكس بيفهم إنه الوزارة أدت المستحقات لمبتعثيها من بداية السنة لحد شهر ايوه يونيو، ايوه صح انا ده الكلام ده فهمت ولا ما كده، صح؟ وبعد شهر يونيو ما حد يديك. انا فهمت كده، بالضبط كده. لكن للأسف نحن في الوقت ذاك اللي هي طلعت فيه التصريح، نحن ما كنا استلمنا ولا علاوة حتى نهاية 2019، نحن ما استلمناها، فما بالك بمستحقات من بداية شهر واحد اللي هي 2020 لحد شهر يونيو، اللي بتقول إنه من بعد شهر يونيو سيصعب على الوزارة استيفاء مستحقات مبتعثيها. كيف الكلام ده؟ يعني كلام لا يعقل أساسا ولا بيدخل في الراس، إنه تيجي تقولي إنه من بعد شهر ستة، وفي شهر ستة تيجي تقول من بعد شهر ستة أنا تاني ما حد يكون قروشكم. طب وين القروش اللي هي من بداية السنة لحد شهر ستة؟ مشت وين؟ وبعدين شنو، ليه هي قاعدة في الوزارة لحد الوقت ده وأنت ما طلعتيها لينا؟ حتى لو العذر حقها كان تغير سعر الصرف بتاع الدولار من بداية السنة، كان ما بعرف 13 وبقى 55، ادينا مستحقاتنا من بداية السنة لحد شهر 6، وبعد ذاك تفاهمي معانا نتفاوض نحن فيما تبقى من السنة. لكن هي في شهر 6 بتطلع بتقول انه من بعد شهر 6 ما حديكم، ونحن كنا ولا استلمنا حتى علاوة يانيوري ما استلمناها. كيف يعقل الكلام ده؟ خلينا اوكي، بعدها طبعا احنا ولا سمعنا تاني ولا تصريح ولا سمعنا اساسا رد ولا يعني لا مبالغ فيها. لحد شهر نوفمبر، نهاية تقريبا شهر نوفمبر، طلع مدير العلاقات العامة، مدير الإعلام والعلاقات العامة الخاص بالوزارة، قال تصريح غريب جدا، لكن ده بيوريك انهم بس بيحسنوا في صورتهم قدام الإعلام، وما يعني كلامهم لا يمت للواقع بصلة. يا أستاذ أحمد ويا الحضور الكريم، مدير الإعلام قال في لقاء تقريبا في قناة النيلين أو حاجة بالشكل ده، ما متذكرة، طلع قال إنه المشكلة ستحل ولو جزئيا مع بداية شهر ديسمبر. ولك أن تتخيل قال كده، يعني تصريح بيطلع من مدير العلاقات العامة للوزارة وبيقول إنه المشكلة دي خلاص هتتحل ولو جزئيا مع بداية ديسمبر. قام المذيع قال له، هو قال في ديسمبر، قام المذيع قال له في بداية ديسمبر ولا نهايته؟ قام قال له مع بداية ديسمبر. وين نحن من بداية ديسمبر هسه؟ وين نحن؟ يعني تصاريح بيطلعوا بيقولوها الوكيل والوزيرة شخصيا ومدير الإعلام والعلاقات العامة، ولكنها لا تمت للواقع بصلة. النقطة الثانية اللي أنا عاوز أقولها بسرعة جدا، إنه نحن كنا في موقع عاوزين نكون جزء من الحل،
يعني مع خلاص عرفنا انه في مشكله والوزاره ما عاوزه تفتح باب لانها تحل المشكله دي، نحن كمان نبقى جزء من المشكله ونبقى جزء من الحل. قلنا لا، لازم نحن نبقى جزء من الحل عشان نحل المشكله دي لينا ولسوانا. لنفترض او لناخذ قصدي مثال على انه نحن المبتعثين الموجودين في المانيا، سمعنا او يعني قدامنا مبتعثين المصريين، وده يعني مثال كل الناس بتعرفه هنا في المانيا. لما حصل حصل الثوره في 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 مصر، قامت الحكومه المصريه عملت شنو؟ راسلت الوزاره هنا، وزاره التعليم العالي في المانيا، وقالت لهم يا جماعة والله نحن بلدنا ده بمر بظروف صعبة، عليكم الله تولوا لنا أو أصرفوا على مبتعثين لحد ما شنو البلد يتعدل. هل تصدق إنه هنا الحكومة الألمانية بقت تفتش للمبتعثين المصريين، بتفتش لهم عشان شنو؟ عشان تكفلهم، عشان تديهم منحة، لأنه بلدهم طلب من الوزارة، من وزارة التعليم العالي هنا في ألمانيا بإنه يصرف على مبتعثيهم. نحن قلنا هي طب يا جماعة ما نحن نأخذ الفكرة دي ونطرحها على الوزارة بتاعتنا. وأساساً كان في زمان علاقات ما بين وزارة التعليم العالي وما بين منحة هنا في ألمانيا اسمها داد، كان في علاقة مباشرة ما بين الوزارة. ده معناته شنو؟ معناته إنه الموضوع ده سهل وممكن، يعني ممكن بإمكانه إنه يحصل ويحل مشكلة نحن تقريباً كم وعشرين مبتعث هنا في ألمانيا، بس كان بإمكانه إنها تحل مشاكل الناس. يعني كل ناس في دولة تحل لهم according للدولة المعينة دي، بدل ما الزول من يعاني مثلا لـ 700 ولا لـ 600، العدد كبير جدا. وزي ما واضح إنه ظروف السودان ما بتسمح، أو أنا ما عارفة الأولوية لمنه هسه حاليا، لكن المهم لو قسمنا الناس ديل وحلينا لمشكلة كل ناس براهم، كان بإمكان إنه الموضوع ده يمشي لقدام، وما كان المعاناة نحنا هسه بنعانيها ما كانت حصلت أو كان خففوا علينا. نحنا طلبنا يعني باب تواصل مع الوزارة إنها نديها الفكرة دي، ونديها تواصل مع منح وتواصل مع مؤسسات، لكن المؤسسات دي عاوزة تتواصل مع الوزارة، عاوزة تتواصل مع مؤسسة حكومية والجهة اللي احنا تابعين لها، ما بتتواصل مع أفراد. فبيمنع شنو الوزارة من إنها تتواصل لنا مع مؤسسات زي دي؟ نحن كنا عاوزين نكون جزء من الحل، لكن الوزارة ما عاوزة تفتح باب أساساً. فهل تتخيل؟ يعني أنا بفتكر إنه المشكلة دي ما لها علاقة بس بالقروش، ما لها علاقة بالدولار، ولا لها علاقة بالميزانية. الموضوع ده كله عنده علاقة بالإدارة وبالإحساس بالمسؤولية، لأنه اللي بيحصل ده لا مبالاة وعدم مسؤولية منهم فقط. بالضبط كده، لأنه الدليل أنك بتتم إرسال للوزارة هي بترسل الإعلام، أنت بترسل الوزارة هي بترسل الإعلام. ليش ما نحن عندنا مثال حي، عندنا مثال حي. لما في ديسمبر نفسه اللي احنا متوقعين فيه الحل وفقا للتصريح اللي قالته دكتورة سلمى أسي وكلنا سمعناهم في الإعلام، تلقى انه والله يا اخي المجلس الاعلى للتدريب في السودان بيرسل وفد جو هنا، جو القاهره عندنا هنا كويس، وقعدوا 4 ايام عشان يلاقوا المبعوثين اللي هم باعثينهم، وقيفوا على مشاكلهم، خلي الجماعيه مشاكلهم الفرديه زول زول، ولدرجه انهم عندهم كان اشكالات في بعض اللوائح طرحوها للنقاش وشالوا المقترحات بتاعت التعديل ورجعوا بها السودان واشتغلوا على شغل. وبعد ما رجعوا أسي في الشهور الفاتت دي، الشغل اللي اشتغلوه بدأ ينعكس على الناس دي هسي في دراستهم وفي قرايتهم وفي أوضاعهم. ما هي دي نفس الدولة، يعني نفس الناس دي قاعدين في نفس السودان اللي بيمر بنفس المشاكل، لكن هنا في إرادة للحل وفي تفكير وفي تعاون مع الناس، وهناك في تجاهل تام. يعني ببساطة المشكلة ما مشكلة مادية يا دكتور، أنا شايف مشكلة مادية. أنا أقول لك حاجة، أنا أحب الناس بالسبعية تماماً. لأنه السودان رسل قروش للعالقين أيام الكورونا في شتى مناحي الأرض بكل أوضاعهم. يعني أياً كان، طالما أنت انقطعت بر السودان ده، مسافر، تاجر، عريس، مشيت استجمام، مشيت سياحة، المهم انت مواطن سوداني انقطعت في الفتره دي، السودان ده فكر انه يلحقك بطريقه او باخرى. فكيف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ما قادره تلحق ناسا؟
علما انه اي ملحق ثقافي في اي سفاره في حقه السودان دي مفتوحه في حته في بقاع الارض حقه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. يعني الزول ده زول عديد. هو انا ده السؤال يعني الوزارات، هل في من الوزارات اي دعم او اليه للحل؟ في مبعوثين في من جهات ثانيه اخذوا مستحقاتهم لحديث شهر 12 الفات يعني حلوها لهم الا ما عدا بعض السودان عندهم مبعوثين كتار، المبعوثين الوحيدين اولاد البطه السوداء بتاعنا التعليم العالي. والمحزن انه مثلا في اتفاقيه الشراكه بين او شركاء السودان من ضمن الحكومه الالمانيه كان ممكن تدعم مش بس مبعوثي الماني، مبعوثي الدول كلها يعني. وليه ما تفعلوا انا الحل ليه يعني؟ الحل بسيط جدا، الحل يا جماعه ما حل مادي تماما، في طرق كثيره للحل. والدول اللي انت الان قاعده فيها ممكن يعني انت لو رسلت لها خطاب للدوله بكل ظروفك يعني تتحلى بتتحلى. يعني المبلغ اللي انت بتتكلم عنه ده بالنسبه للدوله لا شيء، ده بتاع ده ممكن سفريه طياره لزور واحد بس في السودان يجي. المبلغ اللي بتتكلم عنه على 700 شخص بتتكلم عنه يا دكتور انتبه، ده بتاع سفريه شخص واحد من الحكومه. فاحنا نكون واضحين، يعني انت بتتكلم عن 700 شخص ده مبلغ بسيط جدا للحكومه السودانيه. كان جينا كحكومه سودانيه عارف عارف يا عارف عارف يا استاذ احمد، زي ما قالت استاذه سلمى، الاشكال دائما في المنتاليتي اللي هي حاليا بتدير او في المايند سيت حاليا بدور العمليه بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي. يعني ده هو ذاته بحد ذاته هو ده الاشكال. وبكل وضوح وانا قلتها قبل كده وبقولها ثاني، اذا العقليات دي ما تغيرت، اذا ما الشخوص الاس حاليا بيديروا مؤسسات يتغيروا، نحن ما حن يعني ما حيكون عندنا اي تغيير ايجابي ملموس يعني يصف في مصلحه التعليم العالي والبحث العلمي ومسؤولينه ابدا. اذا هذه العقليه نفسها زي ما ذكر لك مكتبة اللي بيفرق شنو من مدير المركز القومي للبحوث ومن وزاره التعليم العالي وعلى راسها السيد الوزير، بيفرق شنو؟ ده الناس سعوا لحل مشاكلهم، استشعروا المسؤوليه. اذا انت ما قادر تستشعر المسؤوليه وتقوم بدورك المهني الاداري الاخلاقي في المقام الاول، اذا ولا اسف يعني ما احنا عندنا حياه كثير يعني ما في مجامله. بالضبط يا دكتور عبد الرحمن، احنا عندنا مشاكل كثير جدا. هندي فرصه للناس رافعين يدهم، احمد عباس، احمد العباس عمرو اميت لنفسك احمد. بسم الله، السلام عليكم. عليكم السلام. أحمد إبراهيم العباس، مبتعث في تركيا جامعة أتاتورك كلية الطب البيطري قسم التشريح. مساكم الله بالخير، وتحية لكل الأساتذة اللي قاضين على جمر المعاناة في الغربة والزول في المنافي. أنا كبير كتبت تعليق قبل في الشات إنه الموضوع بقى ما قضية بتاعت مبتعثين زي ما مكتوب في العنوان، الموضوع بقى مأساة إنسانية بكل ما تحمل من معنى. الموضوع يعني الليلة نحن كملنا 364 يوم بدون مرتب شهري، وأخواننا في السودان محتاجين لأنه الليلة قربوا يكملوا الشهرين بدون مرتب. إذا تسمح لي بس أعقب على موضوع من مجموعة من النقاط. تفضل. أول شيء أنا ببدأ به، يعني أنا كنت في اللجنة السابقة اللي فترة انتهت لها زي أيام، كمية الخطابات اللي كنا بنكتبها للسيد الوزير والسيد الوكيل السيد مدير التدريب السيد سادة رئاسة المجلس السيادي بشقه المدني والعسكري السيد رئيس مجلس الوزراء، الخطابات اللي كتبناها في الفترة دي لو نحن جمعناها بتبقى كتاب يدرس للناس في إنه الناس والله تكتب خطابات كيف. طرقنا كل الممكن والمستحيل عشان نصلهم، حتى النقابات والكيانات اللي بتمثلنا نحن كأساتذة. أخيرا كان في الشهر اللي قبل الماضي عندنا خطاب سلمناه للسيد الناطق باسم تجمع أساتذة الجامعات والمعاهد العليا دكتور كوباني، سلم له شخصيا بعد اجتماع مع أحد المبتعثين. وكنا طوالي نحن بنلقى قضيتنا مع تأخر المرتب في بداية كل شهر بتكون مرفقة مع القضية بتاعت المرتب والهيكل الراتبي، لكن بعد ما يجي المرتب
ان احنا قضيتنا بنبقى ان احنا برانا اللي بنتكلم فيها وبعض الناس الزملاء الواقفين معانا في القضيه. على العموم شاكرين لهم كلهم ومقدرين ظرف البلد والوضع المر به والبلد، عشان كده هم ما حيقدروا يعتصموا او يعني حتى التجمعات الاساتذه في الجامعات اللي عملت اضراب ليوم او يومين فيما يخص المرتب، لما تتحل قضية المرتب البيان اللي بيكون لفك الإضراب ما يتطرق لقضيتنا نهائي. فظلم وللغربة أنكى أو أمر أن إحنا يعني في بعض الشباب معانا كان ناس بتلجأ للدعاء، ناس بتقول إن والله يعني إحنا صعدنا إعلاميا عشان الناس تعرف قضيتنا في ميديا ونعرف الناس إنه والله في أساسة، في علماء سودانيين طلعوا برا عشان أحمد أحمد، شكل الشبكة عنده سيئة، مش سامعينه ولا ما سامعينه؟ لا ما سامعينه نحن، ممكن تدي الفرصة يعني منه هو تقريبا ما مني أنا. أنا طبعا أقل حاجة بخذ من عندي أنا طبعا، لأنه النت السوداني عندي سيء. فاحنا بس يعني الوقت يا جماعه بندي فرصه لزول غيره وبعدين نرجع له، ممكن ندي فرصه لعز الدين وبعدها دكتور نادر. وعز الدين عز الدين طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد. شكرا للاستضافة، شكرا أستاذ أحمد داود لطرح هذه القضية الحية لهم الأستاذ الجامعي. ولا صراحة أنا أخش مباشرة في الموضوع، نحكي بعض المسائل ونشوف الحل شنو، بعد ذلك نطرح القضية. الآن أصبح قضية مبتعثين قضية الأستاذ الجامعي، مهم جدا أن نطرح هذه القضية. قبل ما نبدأ كويس يا أستاذ أحمد، هل نحن ده كلنا الموجودين في الجروب ده عارفين إن قضية الأستاذ الجامعي ده مشكلته شنو، والمشاكل كلها عارفينها قضية المبتعثين بالذات، لكن هل في مسؤول قاعد يسمعنا؟ هل رسالة ده قاعد يصل للمسؤولين؟ ده ممكن تجاوب عليه وبعد ده كنا نشارك في الرأي. سوري المدولة حيسمعنا، حيتوصل الرسالة دي أطمنك، لكن بعد يسمعنا. أيوة. المشكلة هنا. تمام أنا بضمن لك أنه يسمعنا، لكن ما بضمن لك اعمل شنو بعد يسمعنا. كويس. تحية لكم، تحية طيبة لكل المشاركين في هذه الجروب. صراحة في ناس يعني كانوا معنا في السودان ما لقيتهم إلا في البرنامج ده، وشكرا لكم كثير، وهم الآن يسمعوني جيدا. أنا عز الدين نجارة، مبعوث داخلي من جامعة نيالة لمبعوث لجامعة النيلين. مما ابتعثت لتاريخ اليوم من الصعب جدا أن نقدر نقعد في الخرطوم عشان نقدر نعمل حاجة للبحث. صعب علي حتى نقدم introduction ونجي نقدم سيمينارات في الخرطوم، لأن أنا ما عندي، ما بنلقى مكان سكن. أنا حاليا صراحة ساكن في بيت، ساكن ما في صراحة انت عارفينه ده السودان، يعني ساكن في بيت عزابة، ما الناس شغالين في السوق، الناس شغالين في البوليس، الناس شغالين في الدعم السريع، كل شباب ده قاعدين، لأنه ما لقيت مكان كده نقدر أنا ما عندي إمكانية عشان نأجر بيت، ولا الجامعة يوفر لي السكن، ولا التعليم العالي يديني أي اهتمام إن أنا عندي إحساس بانتماع عشان نقدر يوفر لي حاجة نقدر نعيش فيها. عشان كده ساب فودي زي ده، انت تقدر تكون باحث، تقدر تكتب عن حاجة على أساس واحد يهرب من الواقع، يمشي جاشر، يقعد شوية كل مرة يجرى. المبتعثين الخارجين حسيت انه نحن في التعليم العالي عموما او الدولة عموما
حسيت انه الشغل اللي احنا شغالين ده ما بعني بالدوله، ما عنده علاقه بين ان احنا في حاجه والدوله في حاجه. حسيت كده انه البحث العلمي اللي احنا نجتهد نقدمه الدوله ما قاعد يستفيد منها، وما قاعد ياخذها في اتخاذ قراراته، ما قاعد يزيد في منتوج العلمي، ما قاعد يخش في التقدم بتاع الدوله السودانيه. لذلك نحن كأساسة هل لدينا آلية واضحة نقدر نفهم الدولة ده إن التعليم ده مهم، ولا أي زول يشيل دربه ويشوف زي ما بقوله؟ ده الناس دكتور مجتبى، دكتورة سماح، دكتورة عبد الرحمن التجاني، ده طرحتوا قضايا كثيرة جدا. ده سؤال لكم انتو ممكن تجاوبوا عليه، لكن انتم مبتعثين خارجين، انا عارف حصل شنو بالنسبه للمبتعثين الخارجين. انا كنت يعني قاعد نصرف علاوه لشباب زملاء مبتعثين في جنوب افريقيا، صراحه هم كان ما عندهم منها، كان مشوا برايفت ومشوا الدوله فرض عليهم رسوم وايجارات وحاجات، جو خلوا راجل خلوا الناي. هسه هما عارفين ذات ما قادرين يتخذوا اي قرار، قال انتظر لحد شهر 3 بعد ذاك ممكن التعليم الالي يرجع الدين الالا وممكن يرجع. لو ما ردانا قال التعليم ده ذاته خلاص كفاية، قال ما منعذب روحنا اكتر من كده. ده النقطة، التعليم الالي ما قاعد يدي اهتمام لأي قضية بحم الأستاذ الجامعي. أنا شخصيا لما جبت منحة بتاع جامعة صينية كده، جامعة صينية منها جامعية، قاعد يدفع الرسوم فقط، لكن اللي عاش عليه وسكن عليه قال لي تاخي من المفترض توفر $1,000. ده كان كلام ده 2018، $1,000 للتأمين الصحي لسكن عشان يكمل لك إجراءات. قلت له أنا يا أخي ما عندي $1,000، ومن الصعب جدا أن أتحصل على $1,000 وفي وضعي في السودان. قال لي أنت أستاذ جامعي الصيني، قال لي أنت أستاذ جامعي فوق كم عشان ما بتقدر توفر $1,000، ما بتقدر، ما عندك $1,000. قلت له والله أنا صراحة لو قلت لك راتبي سالري حقي كده كده ما هتصدقني، لكن صدقني إن أنا ما عندي. خلاص قال لي خلاص انت ما دام عندك وظيفه نمره موجود في منظومه بتاع الدوله، اقرض من البنك. ما دام التعليم الان ما قاعد يدي اهتمام اقرض من البنك. قلت له انا مرتب ما بسمح لي عشان انا اقرض $1,000 من البنك وما بديني ذات. بقى خلاص بدا يشك فيني ان انا فعلا استاذ في الجامعه. ده التجارب حصل عليه. في تجارب كثيرة، لكن عشان الزمن أيوة. ممكن ندي فرصة نناقش بعد. والله يا يا طوان الزبدين، يعني أنت لمست عظم الموضوع. أنت أنا أقول لكم حاجة أنا ما عارفينها. هل تعلم أنه التعليم العالي ميزانيته في الدولة بعض المرات لا تتجاوز 0.3؟ طيب ما سمعنا في موازنة الحالية. أي زادت السنة دي؟ السنة فاتت في الموازنة. السنه الاولى انتهى، قرب انتهى. فهي زادت، فاحنا طبعا احنا المشاكل الكثيره دي لدينا، ندي فرصه للزملاء ونشوف الاراء الثانيه ونرجع عليكم انتوا في انتوا طبعا انتوا المحاور الاساسيه الثلاثه، ندي فرصه للاخرين ونرجع لكم انتوا المحاور الاساسي. دكتور نادر وبعده محمد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. والله يعني شيء يعني يندب له زي ما يقولوا له الدمع والقلب، يعني انه يكون وضع متربي متردي للاهتمام بهذه القضيه التي تؤرق كل مسائل التعليم العالي وخاصه الاساتذه اللي هم المفروض يكون يكرم ويقيم. يعني الواحد بيقيس بتجربته السابقه بالرغم انه يعني انا مشيت منحب يعني شبه سكولرشيب ما تابع للتعليم العالي، لكن كانت منحة متكاملة كاملة متكاملة. فالتعليم العالي يعني له دور كبير جدا، لأنه الوزيرة
يعني أول ما جات في إحداث التغيير في الجامعة جات قدمت ندوة عندنا في جامعة درمان الإسلامية، ونحن كنا أنا ودكتور الرازي حاضر مقدمين برضه أوراق علمية في البحث العلمي. والله ما أنسى هي قالت عبارة نحن جينا بالتغيير في من هو أكفأ وأحسن مننا، لكن جينا نحن مع الثورة لسياسة التغيير والاهتمام بالتعليم العالي وقضاياه. طب أول عبارة قالتها قالت أولادها في البيت، أولادها في البيت قالوا لا يا أمي اشتغلت كويس كويس، ما اشتغلت بنحري لك لستك جوا البيت. فنفس العبارة دي والله ما أنسى قالتها، ولو رجحت للفيديوهات بتاعتها البث المباشر للتغيير اللي حصل عندنا في الجامعة، نحن كنا مشاركين معاه في الندوة. يعني اسمعي الرازي شاهد معي في الجروب الآن إذا كان ما طلع، كان مقدم مقدم ورقة علمية وأنا قدمت ورقة علمية برضو ما يختص بالبحث العلمي. يعني أنا بقول شنو، إنه ما في وجيع، لأنه الحال الحلول زي دي يا إما أنت قادرة عن تحل مشكلة المبتعثين، يا إما والله بالشفافية اللي بنتكلم عنها وإحداث التغيير والمؤسسية والله أنا عجزت يا جماعة ما قادر على الحاجة زي دي. الأمر الثاني، النقطة الثانية، عشان تكون الحلول دي جذرية ما يكون بروميسينج وعود وشغل إعلامي وشغل سياسي، بأمانة يعني مفروض الأساتذة بكافة الأطياف لكل جامعة مبتعثين يكون في احتصام كامل كامل لكل الجامعات، إنه قضية المبتعثين يا إما أن تحل، لأنه ما عدد كبير زي ما أنت تفضلت كبير بحيث إنه تحل المشكلة. الموضوع بتاع إشكالية بتاعت موارد، يعني زي ما الناس بتصرف وبتدفع للأمريكان قروش لقضايا ورثت من النظام السابق مئات الدولارات، فما قادر توفر لأساس اللي هم دي اللي هو موجود ورجون حيكون إحداث للتغيير، يبقى ده فشل زريع جدا. فمفترض احتصام الأساس بالكامل، ما تحدث في أي جامعة حكومية عندها مبتعث بالكامل يبتعث. الأمر الثاني يا جماعة في جانب بتاع مشاركة، إذا كانت التعليم العالي عجزت، نحن كل الجامعات فيها الطلاب بيدفع بالدولار وفي طلاب بيدفعوا بالأجانب، ليه ده ما يكون جزء من الحل؟ حل يكون جذري واضح، إنه كل جامعة إذا التعليم العالي قصر يكون في كونترات بيناتهم، تعهد بأنه يا جماعة نحن فترة كده طلابنا المبتعثين ديل والله ممكن نساهم بألف دولار لحل المشكلة بتاعتهم في الفترة المعنية دي. كل جامعة، أي جامعة بتلقى فيها موارد بتاع الدولار وبتاعت يورو وكل عملات زمان للمؤتمرات للأشياء زي ما أنت ذكرت، الناس بتمشي، ليه ما تكون دي جزء من مساهمة الحل؟ يحلوا مشكلة كله، لو هي جامعة عندها وجيع مهتمة بأستاذة تكون تساهم لغاية ما التعليم العالي يقدر يدخ أو يدخ نواحي مالية لحل المشكلة دي. من الأشياء الحلول المفروض تكون جذرية، إنه موقف جماعي متكامل بدون تخاذل لكل أساتذة الجامعات بأنه يحتصموا لغاية حل مشكلة المبتعثين، ضغط على الجامعة ومن ثم ضغط من على الجامعة اللي هي تضغط بموجبات على التعليم العالي. الأمر الثالث، اللجان التي تكونت في السابق التجوا لحل الخيار الثالث، وده الحل الأضعف زي ما قالوا، يشدوا غربان بعد ما فضلين إلا يشحدوا، لأنه الناس الزول ما بتعس برا قبل كده وما ضاق الوجع بتاعت إنك تكون في بلد غربة لا يتوفر لك الوسائل بتاعت العمل، العمل ما أي عمل أنت بتقدر تمارسه يا أخي، أنت لو هناك قدرت تشتغل حلاق إلا برخصة. يعني في دول الأعمال الهامشية دي، عشان أقول لغطي التكلفة بتاعت أكلي ولا شرابي عشان أشتغل شغل هامشي، ما إلا برخصة مزاولتها. فيبقى الخيار الثاني الالتجاء إلى المنظمات المدنية للحقوق عديل، اللجان اللي شكلت في خلال السنة ونص السابقة يقوم ويمشي لمنظمات خيرية لتبرعات للمغتربين، زي ما حسي الناس بتتبرع لحل مشكلة الدولار القومة للسودان، يكون في تبرعات صندوق خيري يوصل فيه ويوزع تحت إدارة اللجان المبتعثة لكل أستاذ في الخارج. أنا أفتكر أنه يعني الحلول، الناس دائما بتنتظر أنه التعليم العالي قالت، الوزيرة قالت، نحن نبقى يا جماعة في أمان وفي وعود وبروميسينج والطالب يترتب على ديون وهلكة. فده الحلول الجذرية في اعتقادي لتصعيد القضية، لكن نقعد نتكلم إعلاميا ونقول كذا وكذا، ده كله ما بحل المشكلة. احتصام كامل متكامل لكل الجامعات، تضغط على الجامعات، جامعات تساهم بجزء مع تعهد من التعليم العالي. الخيار الثالث أنه زي ما قلنا التوجه إلى الخيرين لصندوق دعم المبتعثين في الخارج.
وشكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور نادر. طبعا نادر دكتور نادر ابو زيد دكتور في مختبرات طبيه فجزاك الله خير جامعه درمان الاسلاميه. فبجد يا جماعه انا ده اقول بس حاجه بس لاخواننا السودانيين قاعدين. انا قلت عز الدين ذكر حاجه مهمه يا جماعه، الدولار اللي بيشوفه في السودان انت غالي ده برا السودان ده زي الجنيه عندهم. يعني انت يعني سندوتش ساي هناك عنده 3 دولار 2 دولار او هكذا، فانت ما تخط تقارن ان تقول خلينا نديهم 1000 دولار هنا. الحاجه بتديلهم فقط عشان يقدروا يعيشوا كبشر كانسانيه. احنا الان نتكلم بحقوق الاساسيه للعيش، يعني احنا بعد المفروض نمشي للحقوق هيومن رايت، نمشي حقوق الانسان. يعني بعد اذا الوزاره ما تمشي ما نمشي حقوق بتاعت اساس دي بعد الهيومن رايت بعد ده. فالنقاط كثير جدا. احنا ندي فرصه لاستاذ محمد عندته ميوت. محمد طيب. السلام عليكم ورحمه الله الاساتذه الكرام والحاضرين. نسال الله سبحانه وتعالى انه يحل القضيه بتاعت الابتعاث وجميع قضايا الاستاذ الجامعي. انا داير اتكلم بس عن الجانب الاكاديمي المشرق للابتعاث. دي حاجه يمكن ربما نحن نكون عارفينها كاساتذه والتعليم العالي عارفه كويس، لكن يمكن طلابنا الان اللي بيشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما عارفين الحاجه. الجامعات لما بتبتعث الاستاذ الجامعي على اساس انه يمشي يدرس برا السودان لانه في بعض التقنيات ما متوفره في السودان، في اجهزه ما متوفره في السودان، في اجهزه كانت ممنوع انها تدخل السودان بسبب الحظر، والان مثلا الاجهزه دي اذا سمح للسودان انه يدخلها، انت طيب محتاج لكوادر انها تشغل لك الاجهزه دي. الكوادر دي ما هي ذاته انت سواعدك طلعتهم برا يتعلموا، هم اللي حيرجعوا يشغلوا لك الاجهزه اللي ممكن حتدخل بعض الحظر. فاذا كان انا الليله قبل ما يبتعثوني بحتك بألف طالب ما بين الجامعات المختلفه، انا بتكلم عن نفسي الان، بحتك بألف طالب ما بين كليه العلوم بالصيدله للهندسه بدرسهم، لما نجي راجع من برا المعلومات اللي انا حديها لهم حتكون مختلفه تماما عن المعلومات اللي كنت بديها لهم قبل ما يتم ابتعاثي. ليه؟ لانه انا هنا احتكيت بحاجات ما شفتها قبل كده. والدول دي كلها يا جماعه لما نهضت دول الخليج دي لقيت وقود قريبه جدا كانوا بيعملوا ابحاث ويدرسوا في السودان، ما نهضوا الا بعد ما ركزوا على البحث العلمي، لان ما في دوله تنهض ما لم تهتم بالبحث العلمي. اهتمامك بالبحث العلمي ده محتاج لسواعد. ما انا الليله ما بقدر بشتغل سيستماتيك ستودي في السودان، ما بقدر مهما قلت انا اعمل دراسه كده ممنهجه، اعمل بحث علمي منهجي مكتمل في السودان، ما بقدر. ليه؟ لانه ما كل حاجه متوفره. لكن انا هنا برا لما انت تطلع على الاستاذ برا الجامعه مش عشان تطوره في شخصه، لا، هو حيتطور في شخصه وحيطور لك اكثر من 1000 طالب حيدرس على يده سنويا في الجامعات المختلفه. فاذا القضيه بتاعت انت اذا دار تنهض بالسودان، نحن اذا دارين نمرق السودان ده لبرا الامان، لابد من انه نحن نضع البحث العلمي واحد من اولويات الدوله. ما لم السودان يضع البحث العلمي واحد من اولويات الدوله ما حيتقدم. كل التطوير الموجود سواء كان مسكته في مجال البترول، في مجال الصحه، في المجالات المختلفه، اي تطوير حقيقي موجود بيتم عن طريق البحث العلمي. فانت كيف يا اخي تجيب استاذ جامعي؟ في اساتذه جامعيين جابوا منح بنفسهم، يعني مش اجتهدوا وقدموا وتحصلوا على منح، وفي اساتذه جاتوا يعني الشؤون العلميه هي جاتهم ساقته من بيته قالت لي امشي ادرس برا، وممكن انت تجي تسوقه من يده تقول له يا اخي امشي ادرس، وبعد ذاك ما تسال من مصاريفه سنه كامله ماشي الشهر. الان الناس دي قاعده من غير مصاريف، في ناس في اوروبا قاعدين بيدفعوا ايجار بتاع شقه شهر 600 دولار، حيجيب 600 دولار دي من وين عشان يدفعها؟ في ناس بيستفيدوا من العلاوه اللي بتجي شهريه دي في انهم يدفعوا العلاوة دي في البحث العلمي بتاعهم. يعني الآن إحنا عندنا زميلنا هنا في روسيا بدون ذكر أسماء دافع 10,000 دولار لأنه كان مبتعث، كان 2018-2017 كان بيديه العلاوة، دافع من قروشه بيديه دي على أساس إنه يكمل البحث بتاعه. كثير من الأمثلة الموجودة عندنا مجلات، في مجلات أوبن أكسس بتحتاج إنك أنت تدفع عشان تنشر. دكتور نادر موجود هنا، إنسان ملم بالنشر العلمي ومتابع، وأنا على الريسيرش جيت يا دكتور نادر، في مجلات رسوم النشر بتاعتها فوق 1,000 دولار أنت محتاج عشان تدفع. وأنا لما ندفع للمجلة العلمية عشان أنشر الورقة العلمية، الورقة العلمية دي أنا ما بنشرها باسم الجامعة، أنا مبتعث منها،
والورقه العلميه دي هتساعد في انها ترفع الرانكينج بتاع الجامعه. اذا انت ما هتدفع لي القروش بتاعتي اللي انا باكل وبشرب منها وبعد ذاك بعصر نفسي وهي ما كافيه، حتى المبالغ الماديه دي القروش الشهريه اللي بتجي المتعاسين دي احنا كان راجعنا لها ولا بنلقاها انه هي بسيطه مقارنه بباقي الدول اللي بتاخذ قروش من حكوماتها. يعني اليمن الليله في التصنيف بتاع التعليم العالي هي اقل مننا، بترسل مش لاساتذه الجامعات، للمتفوقين من الطلاب اليمنيين المتفوقين فقط بترسل لهم قروش شهريه ربما تكون اكثر من طلاب الماجستير اللي بيطلعوا يتعاس من السودان. دول ربما يمكن في ناس كثيره ما سمعت بها بترسل لطلاب سائل اصلا هم ما مبتعثين ما اساتذه، بترسل لهم منح شهريه. فانا بعصر من اكلي وشرابي على اساس انه ادعم البحث العلمي، على اساس انه انا انشر اوراق علميه تزيد من الرانكينج بتاع الجامعات. هل الرانكينج بتاع جامعاتنا بقى ما محور اهميه بالنسبه للتعليم العالي؟ دي نحن عندنا اسئله وعندنا رسائل عبر صفحتنا دي دايرين نوصلها. احنا بنتكلم في هيومن رايت، احنا عندنا رسائل، احنا عندنا رسائل ان شاء الله تصل، دايرين نوجهها يعني المجالس الموجوده في السودان سواء كان مجلس سيادي ولا مجلس تنفيذي ولا وزير. اول حاجه للمجلس السيادي، وبنسال السيد البرهان قبل فتره انت اجتمعت مع طلاب الدوليين، ان احنا ما اولى من الاجتماع اللي حصل ده؟ رئيس مجلس السياده كان عنده اجتماع مع طلاب الدوليين في التعليم التابع للطلاب اليمنيين. اها، فانت نحن ما اولى بالاجتماع ده، نحن طالبين اجتماع مع وزيره التعليم العالي ومع مدير اداره التدريب. كم لجنه اتغيرت من لجان التعليم العالي طلبوا الاجتماع ولا حياه لمن تنادي. يعني احنا الان طالما انت يا سيد البرهان بتجتمع بالطلاب الدوليين، عندك طلاب سودانيين الان هم اساس مبتعثين دهرين معك اجتماع عشان تحل لهم قضاياهم. السيده وزيره التعليم العالي صغيرون، احنا في النهايه بنعتبر زملائك، يعني احنا زملاء. انت ليله موجوده وزيره لكن في النهايه انت زميله بالنسبه لنا. كده خدت الكوره واعطاه ورينا الحاصل شنو؟ اطلعي لينا عمي الطلاب دارين اجتماع معاك الان، انت اذا حتسمعين عن طريق اللايف دارين اجتماع، دارين نشوف الحاصل شنو في المشكله دي. انت دارت تحلين المشكله دي ولا ما دارت تحليها؟ يعني احنا ما في انسان حيطالب بحقنا، انت المفترض تطالبي بحق، يعني الوزيره هي المفترض تطالب بحقوقنا. فانا الليله كمبتعث ما عندي حق امشي اخاطب وزير الماليه، هو ما مفترض انا احتاج انه اخاطب وزير الماليه ولا اخاطب المجلس السيادي. انت المفترض تمشي تطالبي وتقيفي وتقدمي استقالتك لو ما طلعوا لنا حقوقنا. فده التقاعس بالنسبه لك. مدراء الجامعات كذلك زملاء مهنه، فاذا كان مدراء الجامعات ما دارين يتحركوا في قضيتنا، منو اللي حيتحرك في قضيتنا؟ منو اللي حيحل مشكلتنا؟ والله يا اخي نزار الله، يعني نرفع بلاغ ساي يعني في الاسم شنو في الفيسبوك يقوموا يستجيبوا لنا، لانه في بلاغات رفعت في الفيسبوك قام في استجابات لها حصلت. يا اخي ان استاذات يعني حراير، ما انت ممكن تجيب لك يعني هسه الليله انا بوجه سؤال لرئيس مجلس الوزراء، بتقدر ترسل بنتك انها تدرس في اوروبا يا 12 شهر ما تسال من إن هي اكلت شنو ولا شربت شنو ولا مصاريف، ولا تسال منها حتى هل رئيس مجلس الوزراء بيقدر يعمل الحاجه دي؟ والان على حسب علمنا انه واحده من بناته بتدرس في بريطانيا، هل انت 12 شهر بتقدر تقعد من غير ما تسال من بنتك 12 شهر هي بتاكل ولا بتشرب ولا بتقرا ولا قرايتها ماشيه كيف ولا الحاصل على شنو؟ يلا بالنسبه ل محمد عبد الحفيظ لو عاوز يتدخل. محمد عبد الحفيظ، السلام عليكم الزملاء والزميلات جميعا، كيف حالكم؟ ان شاء الله يا اخي ربنا يحل الازمه الحاليه، وايدتوا عليكم يعني معولين عليكم كثير جدا لبناء مستقبل البلد، لانه البلد بيبنوها الناس الاكسبوزد الشافوا وكانوا مواكبين. يعني احنا في البحث العلمي عارفين يعني، وفي الاكاديمية الزور اللي بيعمل دكتوراه وبيرجع السودان ده خلاص بيدفن، تاني ما عنده طريقة بتاعت مواكبة. ففي الغالب الناس اللي بيجوا بعدنا بيكون
هم اللي عندهم فرصة بتاعت مواكبة أكبر مننا، يكون عندهم علاقات حية لسه مع المؤسسات بتاعتهم، بيكون شافوا فرص وإلى آخره. فالبلد معول عليكم، لكن في نفس الوقت ما بتديكم أي حاجة عشان تجي بعدين تطالبكم أنتوا بأنه ترجعوا. أنا شايف في تقاعس كبير جدا من المسؤولين اللي هم بكل أسف أفرغوا الكلمة دي من محتواها ومعناها، المسؤول الما مسؤول كأنه مسؤول من نفسه ولا من مخصصاته وحاجاته. نحن والله صراحة تابعنا المشروع القضية دي من بدايتها ومتأزمين جدا، وكنا شايفين أنه والله حاجة قريب إن شاء الله هتتحل، لأنه ما ممكن تكون أنت حكومة مدنية وتفكيرك تجاه المستقبل وتحمل الأساسيات الناس اللي هم هيعملوا لك الكلام ده يعني في البلد في الوطن. والناس دي للأسف جو حاليا في الحكومة بكفاءات وشهادات كيف وسي في كيف، اصلا الحاجات دي جات لانهم هم قروا برا، كانوا متعاسين في يوم من الايام زيهم. فبتكون مشكله كبيره انه الناس تلقى الفرصه وتبتعد وتاخذ كل المخصصات والحاجات بتاعتها وتجي بعدين تهمل وتنسى الناس اللي وراهم. القصه دي لازم يكون فيها محاسبه. انا شفت الفيديو اللي فيه رئيس مجلس السياده بخاطب في الطلاب بتوع جامعه هارفارد والمنظمين الطلاب اسرائيليين، حتى ان احنا عمليا ما عندنا علاقة طبيعية مع إسرائيل عشان نقوم رئيس بلدنا يتكلم مع طلابهم. فطالبنا إنه يكون في تطبيع مع الطلاب السودانيين المبتعثين، ده الأولى. والقضية دي يا أخواننا نحن حنكون طوال مثيرين لحد ما إن شاء الله تصل لنتيجة، وتصل نتيجة إيجابية مرضية للجميع. اللي بيحصل ده أصلا ما طبيعي. نحن بلدنا ما فقيرة، مفقرة، فيها فساد ممنهج مستمر. فلازم يحصل allocation للresources بصورة كويسة تخليكم انتو ديل قاعدين مرتاحين ومبسوطين وعندكم الرغبة انكم ترجعوا بلدكم وتقدموا للمؤسسات وبالتالي تقدموا للبلد ككل يعني. فنأسف والله، يأسفنا جدا جدا انه يحصل الكلام ده على يعني مرأة ومسمع من المسؤولين حاليا. والكلام ده لازم يقيف ويقيف الليلة. احنا كلنا معاكم قلبا وقالبا، انتوا زملائنا ويعني طلابنا واساتذتنا وغيره. وان شاء الله ربنا يوفقكم وتصمدوا، لانه عرفت انه في بعض الناس اخذوا قرارات بانهم رجعوا ولا يعني ظروفهم تغيرت، لكن ان شاء الله تصبروا وتصمدوا لحد ما تنتهي الفترة بتاعتكم ويكون قبلها ان شاء الله وصلنا لحل يعني. لكن احنا معاكم قلبا وقالبا باذن الله، ربنا يوفقكم ان شاء الله. جزاك الف خير يا دكتور. ندي فرصة لمحمد. في شايف في التعليقات هنا أحمد، في السلام عليكم ممثل تركيا تقريبا ولا حاجة زي دي، تفضل. السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. السلام، تفضل. سامعني كويس ولا ركب سماعة؟ لا 100% سامعني. الله يديك العافية يا رب إن شاء الله. أول حاجة والله التحية لكم كلكم يعني، ومساء الخير عليكم وصباح الخير على المصبحين إن شاء الله، وإن شاء الله يا رب كده يعني تسهل الأمور وتيسر الحال إن شاء الله. أنا والله سامحوني يعني، بس كنت برا في المستشفى، كان شوية كده عندي طفل.